السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة طب بني سويف، أهلا وسهلا بكم. معكم دكتورة مروة فتحي، والمفروض إن دي مراجعة على شابتر كيمستري أو هيمو بروتينز، بس لأن الشابتر طويل وتقيل فالمراجعة طولت مني شوية، معلش. يلا بينا نبدأ، بسم الله. What are هيمو بروتينز؟ هيمو بروتينز يا ترى هل هم هيم ولا هم بروتينز؟ بنبص على الشق الثاني من الكلمة، هم بروتينز ومعها حتة هيم صغيرة، وكانوا يتباعوا في المحاضرة بتاعت البروتين العيلة اللي كنا بنسميها ميتالو بروتينز. طيب عرفنا ان هما بروتين ومعاه هيم، ما هو الهيم بقى؟ بص معايا بقى في الحته دي عشان تيجي اسئله فيها في الام سي كيو. طيب الهيم زمان كان حاجه اسمها بورفين رينج. ايه البورفين رينج دي؟ البورفين رينج دي اربعه بايرول رينج، دي على بعض كده اسمها بايرول، ودي اسمها بايرول، ودي اسمها بايرول، ودي اسمها بايرول. الاربعه بايرول رينجز دول اتوصلوا بكباري، الكباري اهي، كوبري الفا، كوبري بيتا، كوبري جاما، كوبري دلتا. ده الترقيم بتاعهم مش اساميهم، لكن طبيعه الكباري الكيميائيه هي ايه؟ عباره عن ميثين ايل بريدجز. يبقى كان عندي اربع حلقات، الحلقه دي اسمها بايرول رينج، بايرول رينج. وصلت الاربع حلقات باربع كباري، وهنا حصلت على حاجه اسمها بورفين رينج. اما مين هو الهيم يا دكتوره؟ المفروض ان الاماكن دي يا اولاد اللي هي رقمها 1 2 3 4 5 دي كان فيها في الطبيعي هيدروجين، لكن في الهيم الاماكن دي بتشال منها الهيدروجين وبيتحط فيها جروبات تانية. زي ايه الجروبات التانية؟ زي الام اللي انت شايفها دي، 1 2 3 4 ام. يعني ايه ام دي بقى؟ ام يعني مجموعه ميثايل. مجموعه ايه؟ مجموعه ميثايل، اربع مجموعات ميثايل اتشال الهيدروجين واتحط مكانهم. ومجموعات ايه تاني؟ قال لك مجموعه الفي، ادي في، ايه في دي؟ في واحد وفي اتنين، يعني مجموعتين في نايل. طيب باقي ايه كده من الثمان اماكن بتوعي؟ باقي مجموعه اهي البي، اهي ندور عليها، اهي البي، بي وبي، دي مجموعه بروب يو نيت. واللي عارف التسميه، قلت لك قبل كده لما تلاقي ايت في نهايه كلمه معناها انها ايه؟ اسيد. البروبيونيت هو البروبيونيك اسيد. وانا بسبق لك عشان هسالك بعد شويه، يا ترى البروبيونيك اسيد ده هيبقى عليه شحنه ولا ما عليهوش؟ والشحنه تبقى موجبه ولا سالبه؟ طب ما تيجي نجاوب السؤال ده على طول احنا هنا. طبعا البروبيونيك اسيد عليه نيجاتيف ايه؟ تشارج. يبقى ايه الاربع مجموعات اللي تشال الهيدروجين وتعوضت بيهم؟ اربع مجموعات ميثايل، اتنين في نايل، واتنين بروبيونيك. طيب الاماكن بتاعتهم مهمه يا دكتوره؟ اه، بس احنا ممكن نحفظهم بطريقه بسيطه شويه، اللي هي ايه؟ قال لك الميثايل بيحب الارقام الفرديه، فخد اربع اماكن منهم ثلاثه فرديه، واحد ثلاثه خمسه، وقال يكسر القاعده ايه وكسرا للرتابه خلى الاخير بس هو اللي زوجي، واحد ثلاثه خمسه ثمانيه، ده الميثايل. اما الفينايل مكانين، والفينايل بيحب الايه؟ الزوجي. المكانين اتنين ومضاعفاتها، يبقى الفينايل الاماكن بتاعته ايه؟ فينايل، اتنين واربعه رقمين زوجيين. اما صديقنا البروبيونيك اسيد اللي هو واخد مكانين بس، ببعض ستة وسبعة، وبما ان هو اسد في نفسه يعني ما يصحش ان هو ايه يدوله مكانين بعاد، لازم ايه ياخد وضعه كده وياخد مكانين مش بعاد عن بعض، ستة وسبعة. ده بالنسبة للأربع مجموعات السبستيوتد أو اللي تم تبديلها، اتشال الهيدروجين من هنا من واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وتحط مكانهم ايه؟ الميثايل والفينايل والبروبيونيك اسيد. هل بقى عليا يا دكتوره ركز هي طبيعه الميثايل ايه والفينايل ايه واحفظ التركيب الكيميائي بتاعهم؟ لا، ده اقراها كده تحت، وانت ايه؟ دي مراجعه مش شرح تفصيلي. انا كده حصلت على الهيم يا دكتوره؟ لا، لما عوضت الثمان مجموعات دول انا كده حصلت على حاجه اسمها بروتو بورفايرين 9. لسه ما حصلتش على الهيم. انت احصل عليه؟ تحصل عليه لما تحط لي في النص هنا حديد في الصوره الفرس، يعني عليه اتنين بوزيتيف. واللي لسه بيتلخبط بين الحديد الفرس والفرك اللي عليه تلاتة بوزيتيف واللي قدرته على انه يشيل الاكسجين اقل بكتير، نفتكر ان الفرس دايما كنت معلمها لنفسي كده، ينقص ايه؟ ينقص واحده بوزيتيف، يعني القليل في عدد البوزيتيف هو الايه؟ الفرس، ينقص عن الثاني بواحده بوزيتيف. طب هنا في فرس، حديد فرس، هيبقى ازاي تحط الحديد في قلب الحلقه دي؟ لازم يتثبت. يتثبت بايه؟ يتثبت باربع روابط. الروابط دي هي واحد اثنين
ثلاثة شايفينهم عاملهم أنا باللون الأزرق، واحد اتنين تلاتة أربعة ماسكين في ايه الروابط دي؟ بنيتروجين ان 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 ان. طيب هل كده الحديد خلص الروابط بتاعته التناسقية ولا ممكن يعمل حد ست روابط؟ هيعمل ست روابط، هنعرف هيعمل بقية الروابط مع مين؟ بس خليك فاكر ان الحديد استغل أربعة من الستة اللي عنده مع مين؟ مع الأربعة نيتروجين عشان يثبت نفسه في قلب الحلقة. هو ده الهيب. طيب بعد ما عرفنا ايه هو الهيم واحنا اوريدي عارفين يعني ايه بروتين، عايزين بقى امثله للهيموبروتينز تاني يا دكتوره. طب مش احنا خدنا اتنين في المحاضره اللي فاتت اللي هما الهيموجلوبين والمايوجلوبين؟ لا، احنا الهيموبروتينز عيله اكبر من كده، فنستفيد بقى في الامثله بتاعتها شويه. وعشان ما ننساش الامثله بتاعتها هنجمعها. هل الاسئله دي، هل الامثله دي مهمه يا دكتوره؟ فاقول لك اه الامثله دي بتهمك. بت ايه؟ بتهمك. ودي الحروف اللي هنجمع فيها امثله الهيموبروتينز. البي فور بيروكسيديز، التي فور تريبتوفان. فاكرين الامينو اسيد اللي اسمه تريبتوفان كان من عائله ايه كده واحنا ماشيين؟ تبت، يس، كان من الاروماتيك امينو اسيدز. طيب تريبتوفان اوكسيجينيز. الاتش طبعا طبعا الهيموجلوبين عم الهيموبروتينز. الام المثال الثاني اللي كنا واخدينه مايوجلوبين. الاثنين سي كاتاليز وسيتوكروم. في سيتوكروم اوكسيديز وفي سيتوكروم بي 450، لكن انت احفظها ان هما ايه؟ سيتوكروم. ناخد الاوكسيديز كمثال مثلا، بتهيألي مش ذاكر عندك في الكتاب البي 450. هما دي الامثله بتاعت الهيموبروتينز. مين هما؟ الامثله كلها بتهمك، ممكن تيجي في الام سي كيو. البي 4 ايه مين؟ ها، بيروكسيديز، التي تريبتوفان اوكسجينيز، الاتش هيموجلوبين طبعا، وافتكر وراه على طول المايوجلوبين، السي كاتاليز والسي سيتوكروم اوكسيديز. بص بقى البيروكسيديز والكاتاليز ضمهم مع بعض لان هما ليهم نفس الوظيفه هنقولها حالا حالا. بيروكسيديز يعني بيكسر ايه؟ بيكسر البيروكسيد. ايه البيروكسيد ده؟ اللي هو الهيدروجين بيروكسيد ال H2O2، وده مركب خطير جدا ممكن يدخل الخليه في consequences او تبعات احنا مش قدها، فلازم يكون في انزيم بيتخلص من هذا ال H2O2. من السيستمز اللي بتتخلص منه هو البيروكسيديز واخوه اللي تحت اللي هو ايه؟ كاتاليز. عشان كده قلت لك ضمهم مع بعض. طيب تريبتوفان اوكسجينيز ده واضح قوي انه بيشتغل على امينو اسيد اسمه تريفان. تريبتوفان بيعمل له ايه؟ بيعمل له اوكسجينيشن عشان يحوله لمركب اسمه ان فورمايل كاين يورينين. ايه الاسم المجعلص ده يا دكتور؟ علينا حفظ اقراه كده لو هتعرفه بالتفصيل في السنه الجايه ان شاء الله، يبقى بس خليه فاميليار بالنسبه لعينك. الهيموجلوبين طبعا هو اللي هنستفيد عنه في الكلام النهارده، وبرده هنتكلم على المايوجلوبين. الكاتاليز خلاص عرفناه، ما احنا قايلينه فوق اهو مع البيروكسيديز، يبقى ده برده بيتخلص من البيروكسيدز الهيدروجين بيروكسيد. والسيتوكروم اوكسيديز المفروض انكم خدتوه لو مذاكر وجاي تراجع معايا تبع الانزيمات بتاعه الالكترون ترانسبورت تشين او سلسله نقل الايه؟ الالكترونات. يبقى هي دي الاكزامبلز اوف الهيموبروتينز بتاعتنا. هنحفظ اساميهم وهنحفظ وظيفه كل واحد فيهم، وزي ما اتفقنا هنجمعهم في كلمه امثله بتهمك. عرفنا البروتين بس ما عرفناش ازاي الهيم بيمسك في البروتين. قال لك كل الهيموبروتينز البروتين بتاعهم او السلسله البتديه بتاعتهم بهذا الشكل. قال لك عبارة عن 7 إلى 8 هيليسيسز. إزاي؟ يعني لو جيت من عند الـ N terminus بتاع السلسلة الابتدائية كده هعمل هيليكس، دي أول واحدة، الثانية مسافة، الثالثة في حتة مفرودة، الرابعة، الخامسة، الستة، السابعة، وأحيانا الإيه؟ الثامنة بتكون موجودة. ده شكل البوليبيبتايد تشين اللي موجودة في الهيموبروتينز. هنرقم بقى أو هندي أسامي للهيليسيسز دي، أه دي A B C D E F G، وأحيانا الـ H تكون موجودة. طيب ده شكل البروتين بارت بتاع الهيموبروتينز، بس أنا لسه ما ضفتش الهيم اللي أنا شرحته في السلايدين اللي فاتوا. أضيفه وأحطه فين بقى في الحتة دي؟ قال لك الهيم موجود في جيب ما بين السلسلة أو الهيليكس E والهيليكس A F، منطقة كده ما بين E وما بين F. والجزء ده
من السلسله الابتدائيه غني جدا بالنون بولر امينو اسيدز، الاحماض الامينيه اللي فيه اغلبها لا يحمل شحنه، فهو تبقى هيدروفوبيك، فعشان كده بنسمي الجزء ده هيدروفوبيك بوكيت، جيب كاره للايه؟ للميه، لان مليان نون بولر امينو اسيدز. يوجد هنا الحديد، يبقى يجي الهيم معزز مكرم يمسك في المنطقه دي. طيب اسيب بقى الهيم معزز مكرم هنا واجري، ولا لازم اثبته؟ انا كده حطيته بس ما ثبتوش، اثبته ازاي بقى في السلسله الابتدائيه دي؟ قال لك شايف اف دي؟ الاف دي فيها استدين، ترتيبه 8 في السلسله، فبسمي الهيستيدين اللي ترتيبها 8 في اللفه دي او في الهيليكس رقم اف بسميها هيستيدين اف 8. يعني ايه؟ يعني الهيستيدين اللي موجود في الهيليكس اف وترتيبه جوه الهيليكس الحمض الاميني الثامن. الهيستيدين اف 8 وله اسم اخر اسمه بروكسيمال هيستيدين، لان هو اللي قريب من الحديد اكتر، اسمه بروكسيمال هيستيدين، هو اللي بيعمل رابطه مع الحديد في قلب الهيم، بيمسك في الحديد هنا، جميل، وبيثبت الهيم في قلب الهيدروفوبيك بوكيت. يبقى الهيم بيمسك ازاي في البولي بيبتايد تشين؟ بيمسك عن طريق الهيستيدين اف 8 او البروكسيمال هيستيدين، بيعمل معاها رابطه، وهي طبعا تنتمي للبولي بيبتايد تشين وهو ينتمي للهيم، فكده يبقى ربطنا الهيمو بروتين. طيب برضو وجب التنويه ان في الهيليكس اي في واحده هيستيدين اخرى بعيده شويه وما بتعملش رابطه مع الحديد، لكن مهمه جدا، ليها دور هنتكلم عنه بعد شويه، بنسميها ديستل هيستيدين، فخليك فاكرها، ما بتعملش رابطه مع الحديد او ما بتثبتوش، لكن ليها دور تاني مهم. يبقى عرفنا ازاي الهيم بيشبك في البروتين، تعالوا نشوف الكلام ده بصوره اوضح. دلوقتي اهي البولي بيبتايد تشين بتاعتي، وادي الهيليكس اف، وادي الهيليكس اي، وادي الهيم في النص اهو ما بين الاي والاف في هيدروفوبيك بوكيت. نبص اكتر هنا، شايفين الهيم في النص اهو، رابط عامل رابطه مع الميدازول رينج بتاعه البروكسيمال هيستيدين اللي رابطه في الهيليكس ايه؟ الهيليكس اف، خلاص. بينما شايفين واحده ثانيه هيستيدين اهي، نفس الحلقه بتاعه الهيستيدين، لان احنا لو فاكرين الهيستيدين ده يا اولاد كان عباره عن هيتيرو سايكليك امينو اسيد، وكان ليه حلقه، الحلقه بتاعته اسمها ايميدازول، هي دي هو رابط فيها بالنسبه لهيليكس الفا، وجنبه واحده قريبه منه اللي هي الديستل هيستيدين، لكن مش رابط فيها وليها قيمه هنعرفها بعد شويه. فده الشكل كده، وفعلا هو واقع ما بين الاي والاف ان هيدروفوبيك بوكيت. وطبعا رقم البروكسيمال هيستيدين كام؟ اف 8، والديستل هيستيدين هي الاي 7، يعني موجوده في السلسله اي ورقمها 7. في كام رابطه تناسقيه ممكن الحديد يعملها؟ انا مغششاك اربعه، مش انا كنت لسه قايله لك ان الحديد ده موجود وسط حلقه اسمها ايه؟ اسمها بروتوبورفيرين 9، صح؟ اهي هكتبها طبعا بشكل مش دقيق خالص، لكن قايله لك ان الحديد هنا اهو في الصوره الفرس ماسك باربع روابط مع اربع نيتروجين في الاربع بيرول رينجز، عظيم الكلام، جميل، هو كده عامل اربعه بس، ولا هيمسك في حاجه تانيه؟ لا، وغششتك برضو ان هو ماسك في البروكسيمال هيستيدين او الهيستيدين اللي طالع من الهيليكس او موجود في الهيليكس كام؟ الهيليكس دي كام؟ اف، فده بنسميه بروكسيمال هيستيدين، وبهذه الطريقه هو ماسك او مثبت نفسه في البولي بيبتايد تشين عن طريق البروكسيمال هيستيدين. يبقى دي الرابطه الرابعه، يبقى سوري الخمسه، ادي 1 2 3 4، دي الرابطه التناسقيه الخمسه بس كده. هو ليه خمس روابط تناسقيه؟ لا، اما اللي هيمسك الاكسجين على ايه؟ ادي الرابطه التناسقيه السادسه بيمسك في الاكسجين. فلما يجي يسالك هو ممكن يعمل كام كوردينيشنز، لو ماسك في الاكسجين عامل 6، لو مش ماسك في الاكسجين عامل 5، يبقى هو بيعمل يا كام يا كام؟ من 5 ل 6 على حسب هو اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد. ما أهمية الجزء البروتيني في الهيموبروتين رغم إن الهيم قادر على أداء أعلى وظيفة في الهيموبروتينز؟ قال لك البروتين بالنسبة للهيم بمثابة الأب بالنسبة لابنه. شوف باباك بيعمل معاك إيه وأنت تفتكر أهمية البروتين. أول حاجة بيعملها إن هو بيمنعك إنك تنط في الشارع عمال على بطال وتفضل طول النهار بره البيت. بيمنع الديفيوجن of heme
تو بلازما، لان الهيم صغير وممكن ومش عارف مصلحته ممكن في اي وقت تلاقيه عشان حجمه الصغير ده حصل له ديفيوجن، البلازما تدور عليه جوه الهيموجلوبين مش لاقيه خلاص. فمين اللي بيمنعه او بيكتفه او بيمنع له خروج للبلازما؟ هو الجزء البروتيني، لان البوليبيبتايد شين كبيره قوي زي ما احنا شايفين. ايه كمان؟ بيعلمه رياضه مفيده عشان تفيد صحته. ايه هي الرياضه المفيده اللي ممكن يعلمها له؟ يعلمه السباحه مثلا. ايوه، بيزود فعلا السوليبيليتي بتاعت البروتين، بيزود السوليبيليتي of هيمو بروتينز. ازاي؟ الجزء البروتيني في الهيمو بروتينز عبارة عن سلاسل بيبتيدية. عادة على السلاسل البيبتيدية دي من بره هنلاقي أحماض أمينية بولر عليها شحنات. فلما يكون شحنات الامينو اسيدز اللي عليها شحنات من بره جاي يزود السوليبيليتي بتاعت البروتين، والهيم في قلب البروتين يبقى بيزود السوليبيليتي بتاع الهيمو بروتين ككل. ايه كمان؟ بيحميه من الملوثات ومن الحياة الصحية الحياة الغير صحية. ايه اكتر الملوثات اللي بيحبها الهيمو بروتين؟ بيحب قوي قوي الكربون مونوكسيد او غاز احادي اكسيد الكربون. لو سبته لنفسه هتلاقيه يعني ماسك او حب الكربون مونوكسيد اكتر من الاكسجين 25000 مرة. بس الحمد لله ان هو بيعقله شويه وبيخلي حبه للاكسجين يبقى جاست 200 مره ضعف حبه حبه للكربون مونوكسيد، 200 مره ضعف حبه للاكسجين، ننزله من 25000 ل 200 مره فقط. ولان اصلا تركيزات الكربون مونوكسيد قليله في دمنا، فعشان كده الحمد لله ما بنتعرضش لمشاكل في العالي. ازاي البروتين بارت بيقلل الافينيتي of هيموجلوبين للكربون مونوكسيد؟ ازاي بيقلل حبه ليه للدرجه دي؟ هنشوفها في السلايد اللي جايه ان شاء الله. بيحميه كمان من ايه؟ بيحميه من الاكسجين. هو الاكسجين خطر عليه يا دكتوره؟ ايوه، مش احنا عندنا الحديد بتاعنا في الفرس لو اتاكسد يتحول ليه؟ فرك. فاحنا بنحميه من الاوكسيديشن. مين بقى اللي بيحميه من الاكسديشن؟ اللي بيحميه من الاكسديشن البروتين بارت. ازاي يا دكتوره؟ البروتين بارت بتاعي يا ولاد، احنا اتفقنا ان الحديد اهو كان ماسك بهستيدين هيليكس ايه من هيليكس اف، وحواليه برضو هستيدين من الناحيه دي اللي هي بنسميها ديستال هستيدين. الهستيدين بطبيعته الكيميائيه لا يشكل خطر اطلاقا على الفيرس ايرون، يعني ما يخليهوش يتاكسد، يمنع الاكسجين من الوصول ليه فبيحميه من الاكسده. يعني لولا الهيستيدين اللي موجودين حواليه دول كان ممكن ببساطه الحديد الفيرس يتحول للفرك، ولو اتاكسد عليه العوض ومنه العوض مش هيعرف يشيل اكسجين. يبقى الاب بيعمل ايه لابنه؟ بيقلل خروجه من البيت، بيقلل ديفيوجن اوف هيم تو ذا بلازما، بيعلمه رياضه السباحه، بيزود السوليبيليتي اوف هيم بروتينز، بيحميه من الملوثات على راسها الكربون مونوكسيد، بيقلل الافينيتي بتاعته لحد 200 من 25000 مره، وبيحميه من الاكسده. بيحميه من حاجتين اللي هو اكسده الحديد الى الصورة الفرك اللي مش هتخليه بعد كده يعرف يشيل اكسجين. برضو في حته من الاذكوره عندك على الاستحياء كده، بيقول لك هو المسؤول عن الشكل على حرف الاس ده بتاع اكسجين ديسوسيشن كيرف. كيرف كده اسمه معقد وهو شرحه معقد وكل حاجه فيه معقده ومش عليك اصلا، هو في الفسيولوجي. فهو ذاكره عندك وما ذاكروش بعد كده، فاحفظه كده. ايه، خليك فاكر ان وجود البروتين مسؤول عن الشكل الايه، شكل الاس شيب ده بتاع هذا الكيرف. احفظها زي ما هي كده بدون اي تفاصيل عشان تفاصيلها طويله جدا. تعالوا بقى نشوف ليه البروتين بيقلل الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين للكربون مونوكسيد. بصوا يا ولاد، اتفقنا ان الحديد اهو ماسك البروكسيمال هيستيدين وحواليه الديستال هيستيدين. مالناش دعوه بالبروكسيمال هيستيدين دلوقتي. الديستال هيستيدين ده مش ماسك في الحديد، اما من ضمن هو قريب منه ليه كده؟ لسه قايلين فايده ان هو ايه، يعني وجود الهيستيدين بطبيعته الكيميائيه بيمنع اكسده الحديد. في فايده ثانيه، شايف وجود الهيستيدين قريب من الحديد خلاه يمسك في الاكسجين ازاي؟ هل عرف يمسك في الاكسجين يا ولاد بطريقه كده؟ يعني هل عرف ان هو يمسك في الاكسجين بالطريقه دي ولا معرفش؟ لا معرفش، اتزنق بسبب وجود الديستال هيستيدين فمسك في الاكسجين بالزاويه اللي انتوا شايفينها دي، خلاص بالزاويه دي. ايه؟
طيب الكربون مونوكسيد بيمسك في نفس المكان اللي بيمسك فيه الاكسجين، برضو بيمسك في الحديد في نفس المكان، بس الكربون مونوكسيد ما بيحبش يبقى معوج كده، برضو ايه شايف نفسه، ما بيحبش خالص يمسك بالطريقه اللي هي دي، مش ده الفيفرت اورينتيشن بتاعه، ما بيحبهاش، بيحب دايما يمسك بالطريقه دي. مش عارف يعمل كده بسبب وجود ايه الديسلهيستيدين، فبيضطر يمسك بالبوزيشن اللي ما يعجبوش قوي، يعني بيع القضيه، فميمسكش غير في الشديد القوي. فالحمد لله ان ده حصل، علشان الحديد يتقل الافينيتي بتاعته للكربون مونوكسيد اللي مش عارف يمسك بعوجه كده. خلاص يبقى فهمنا ازاي البروتين بارت بيقلل حب الحديد ليه، او بيقلل حب الهيموجلوبين بوجه عام للكربون مونوكسيد، لان الكربون مونوكسيد ما يعرفش يمسك بزاويه كده، او ما يحبش يمسك في الزاويه، بيمسك بس ما بيحبش ده، فبالتالي بيمسك بشكل اقل من المعتاد. زي ما اتفقنا كان لو في الطبيعي كان هيمسك 25 الف مره ضعف الاكسجين، بعد ما حصل ده بيمسك 200 مره بس ضمن ضعف الايه الاكسجين. بعد ما اتكلمنا عن الهيموبروتينز بشكل عام، نبتدي نتكلم عن المثالين اللي هيستفيد فيهم في الشابتر عندك، اللي هم المايوجلوبين والهيموجلوبين. هنعرف ايه عن المايوجلوبين؟ هنعرف اول حاجه ايه هو الفانكشن بتاعته، وبعد كده هنعرف ايه هو الاستراكشر بتاعه. ايه الفانكشن بتاع المايوجلوبين؟ من اسمه مايو يعني عضلات، يعني موجود فين؟ موجود في السكيلتال ماسلز وموجود في الهارت. موجود بقى بيعمل ايه هناك؟ بيعمل كريزرفوار الاكسجينيت. بالكلمه دي بقى ريزرفوار، يعني ايه ريزرفوار؟ يعني مخزن، ريزرفوار اوف اوكسجين. ما دام مخزن، تتخيل حبه للاكسجين يبقى كبير ولا قليل؟ لو كان حبه ليه قليل كان هيفرط فيه على طول، ما كانش هيعمل كمخزن يعني. فالافينيتي بتاعه المايوجلوبين، افينيتي او حبه للاكسجين اوف مايوجلوبين عاليه جدا، اعلى بكتير من حب الهيموجلوبين افينيتي بتاعت الايه الهيموجلوبين للاكسجين. طيب هيفضل شايل الاكسجين لحد امتى؟ لحد ما الضغط بتاع الاكسجين البريشر اوف اكسجين يوصل 5 ملي متر مركريك. خلاص 5 ملي متر مركريك او 5 ملي متر باقي يعني، وده ضغط يعتبر منخفض جدا. وده يحصل امتى في العضله؟ يحصل في السيفير ماسكولار اكسرسايز. يبقى ايه وظيفه المايوجلوبين؟ هو مخزن الاكسجين، ولا يفرط في الاكسجين الا لما تكون الدنيا خلاص خربت خالص، لما يكون البي او 2 يوصل ل 5 ملي متر مركريك، وده بيحصل اثناء السيفير ماسكولار اكسرسايز. طيب هل متوقع مني اقول لك حاجه جديده في الاستراكشر بتاع المايوجلوبين؟ لا تقريبا مفيش حاجه جديده هتتقال، كل الكلام اللي احنا قلناه في المقدمة عن الهيموبروتينز هي دي اللي هنلاقيها في الاستراكشر. المايوجلوبين يا ولاد عبارة عن بولي بيبتايد تشين، وجواها هيم أو هيم في قلب بولي بيبتايد تشين. ودي فرصة بقى نراجع، بس هي بولي بيبتايد تشين واحدة ولا أكتر من واحدة؟ لا هي سلسلة بيبتيدية واحدة. السلسلة البيبتيدية دي تتخيل فيها كام هيليكس؟ يلا نجيب القلم ونبتدي نكتب الكلام بتاع المقدمة. هيبقى فيها يا ولاد من 7 ل 8، هنا بيبقى فيها 8 هيليسيز. بنرقمهم ازاي؟ بنرقمهم من عند الان تيرمينال، بنرقمهم ازاي؟ A B C D وهكذا. طيب الهيم ده ايه هو الهيم بقى؟ ها لو عملنا زوم ان هنا كده على الهيم، الهيم عباره عن ايه؟ الهيم عباره عن بروتو بورفايرين، طبعا انا بكتبها بشكل ايه مش مظبوط خالص يعني، لكن عباره عن بروتو بورفايرين 9 وفي قلبه حديد في صوره الايه الفرس. خلاص ماسك بايه؟ بي 4 coordinations بالN بتاعت البيرول رينجز، ده الهيم. خلاص الهيم ده في قلب البولي بيبتايد تشين، فين تحديدا؟ قال لك بين الE وبين الايه الF. طيب محطوط ومرمي كده ولا متثبت بحاجة؟ متثبت ب ها بروكسيمال هيستيدين، اللي هي رقمها كام؟ اللي بيكون رقمها او بيرمز ليها بالرمز هيستيدين اف 8، بيكون رقم ترتيبها 8 في الاف ايه هيليكس. اما في واحده هيستيدين تانيه هناك بعيده اهي، هل بيمسك فيها؟ لا ما بيمسكش فيها، لكن بيكون دورها انها تقلل الافينيتي لاحادي اكسيد الكربون او كربون مونوكسيد. عايزين نقول حاجه تانيه تخص تركيب المايوجلوبين؟ ايوه، هنعرف ان على السطح بيكون في بولر امينو اسيدز عشان تبقى سوليبل، وجوه بيكون نون بولر امينو اسيد باستثناء الاثنين هيستيدين. يا دكتوره هو الهيستيدين ده
مش نيوترال، لا الهيستيدين يا ولاد بيزك، بيزك من الامينو اسيدز البيزك، لازم تبقى عارف ان هو الكالاين. طب حضرتك ليه ما قلتلناش في محاضره الامينو اسيدز ان هو بيزك؟ لان الهيستيدين كان تبع مجموعه الهيتيروسايكليك امينو اسيدز اللي هم جمعناهم في كلمه هبه، وكانوا ثلاثه بس، فما كانش في داعي ان احنا نعملهم ري كلاسيفيكيشن انتو نيوترال وبيزك واسيدك. لكن عشان تبقى عارف كل الاروماتيك والهيتيروسايكليك يعتبروا نيوترال باستثناء الهيستيدين از بيزك. هل محتاج اقول حاجه تاني في الاستراكشر بتاع المايوجلوبين؟ لا، هنكتفي بهذا القدر، وما قلناش تقريبا حاجه جديده. بعد ما خلصنا المايوجلوبين نتكلم على الهيموجلوبين، اهم واحد عندنا في الهيموبروتينز. طيب هنقول ايه في الهيموجلوبين؟ هنقول زي ما قلنا بالظبط في المايوجلوبين، هنتكلم على الفانكشن وهنتكلم على الاستراكشر. طيب ايه الفانكشن او الهيموجلوبين موجود فين؟ موجود اكسكلوسيفلي وحصريا في الار بي سيز. طب يا ترى بيشتغل جوه الار بي سيز برضه ريزرفوار زي الهيموجلوبين؟ لا، بيشتغل طبعا كترانسبورتر. معرفش العربية رجعت مارشال ليه، لكن هو بينقل، بينقل ايه بقى؟ بينقل الأكسجين للسيلز وبينقل ال CO2 للونجز. طيب بيشتغل حاجة تانية تعرفوه له وظيفة تانية؟ أيوه أنا أعرف له وظيفة تانية، معرفش أنتوا تعرفوها ولا لأ، إن هو بيشتغل بفر، بيشتغل بفر لمركب اسمه كربونيك اسيد H2CO3، بيعادل للايه الحمضيه بتاعت الايه الكربونيك اسيد زي ما هنعرف بعد شويه بالتفصيل. ده بالنسبه للهيموجلوبين. طب بالنسبه للاستراكشر بتاع الهيموجلوبين وضعه ايه؟ مفيش جديد. الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين نصه عارفينه من ايام البروتين ونصه قايلينه في مقدمه المحاضره بتاعه النهارده. نجيب بقى القلم الاحمر ونكتب بقيه التفاصيل. الهيموجلوبين زي اي هيموبروتين فيه سلسله بيبتيديه بتتقسم كام هيليكس؟ من 7 لـ8 هيليكس. حلو الكلام، او هيليسيسز. طيب الحديد اللي فيه في شكل هيم موجود فين؟ يلا معايا في الهيدروفوبيك بوكيت بين ايه وايه؟ بين الاي والاف هيليسيسز. طيب مثبت نفسه في البوليبيبتايد شين عن طريق حاجه اسمها بروكسيمال هيستيدين، اللي هي مكانها كام؟ اللي هي مكانها 8 في السلسله اف، وفي واحدة اسمها ديستال هيستيدين قريبة منه لكنها مش رابطة فيه. طيب الكلام ده قريب جدا من كل الكلام اللي قلناه، أما إيه الإضافة؟ الإضافة عارفينها من أيام محاضرات البروتين، إن الهيموجلوبين مش معمول من سلسلة بيبتيدية واحدة وهيم واحد، معمول من 4 سلاسل بيبتيدية. طب هل الأربع سلاسل بيبتيدية دول شبه بعض ولا مش شبه بعض؟ قال لك فيهم 2 نسخة طبق الأصل من بعض. أهم الاتنين الخضر دول اسمهم ألفا وألفا، دي بنسميها ألفا 1 ودي بنسميها الفا 2. طيب والاثنين اللي تحت دول اللي هم الاورنج دول برضو ايدنتيكال لبعض، فدي بنسميها بيتا 1 ودي بنسميها بيتا 2. طيب خليني اسالك سؤال بطريقه غير مباشره، لو قسمنا الهيموجلوبين لنصين يعني بقى بدل 4 سب يونتس يعني نقدر نقول ان هو 2 او دايمر يعني وحدتين بس، هل الوحدتين دول ايدنتيكال؟ ايوه، لان فيهم الالفا هنا ايدنتيكال للالفا هنا والبيتا هنا ايدنتيكال للبيتا هنا. طب ما قلناش ايه بقى فيما يخص التركيب بتاع الهيموجلوبين؟ ما قلناش اعداد الاحماض الامينيه في السلاسل البيبتيديه. السلاسل الفا بتحتوي على 141 امينو اسيد، والسلاسل بيتا بتحتوي على 146 امينو اسيد. طب يا ترى ايه اللي مثبت الشكل ده؟ فاكرين بقى ايام من ايام البروتين الشكل ده كان اسمه ايه؟ ايوه الكوترنر ستراكشر، لان البروتين متكون من اكتر من سلسله بيبتيديه، لما نثبتهم مع بعض بنسمي ده كوترنر ستراكشر. مين هي الروابط اللي كانت مثبته الكوترنر ستراكشر دول؟ فاكرين ال HH H هيدروفوبيك صح، و H هيدروجين، S سولت او اللي هي الايونيك، وال S الثانيه داي سلفايد لو فاكرين، والفاندرفيل. مين هنا اللي ليها الاهميه القصوى او اللي عامله دور كبير قوي؟ هي الروابط الهيدروفوبيك. يبقى تقريبا ما قلناش حاجه جديده خالص بخصوص دلوقتي تركيب الهيموجلوبين. اوعى تنسى طبعا ان جوه كل سلسله بيبتديه في وحده هيم، خلاص لكل واحده يبقى انا عندي 4 بوليبيبتايد تشينز و4 هيم. طيب ما تيجوا كده نعمل مقارنه سريعه بين المايوجلوبين والهيموجلوبين. يلا اسم البروتين بارت في المايوجلوبين نسميها ايه؟ ما جبناش سيرتها قبل كده، اسمها ايبو مايو جلوبين.
بالنسبة للهيموجلوبين اسم البروتين بارت هو جلوبين. في كم سلسلة ابتدائية في الميوجلوبين؟ Just one polypeptide. هنا في كم؟ في أربعة. في كم هيم هنا؟ تباعا طبعا Just one هيم. هنا في أربعة هيم. هنا البوليبيبتايد شين بتاعتي فيها كم أمينو أسيد؟ فيها 151 أمينو أسيد. هنا فيها كم؟ الألفا فيها 141 أمينو أسيد، والبيتا فيها 146 أمينو أسيد. الميوجلوبين بيقف عند التيرشري ستراكشر، لأن هو سلسلة ابتدائية واحدة، لكن الهيموجلوبين ليه كواترنري ستراكشر لأنه أكتر من سلسلة ابتدائية. وظيفة الميوجلوبين إن هو ريزرفوار فور أكسجين، بينما وظيفة الهيموجلوبين إن هو ترانسبورتر، وكمان بيشتغل كبافر. موجود فين الميوجلوبين؟ موجود في السكيلتال ماسلز والهارت. بينما موجود فين الهيموجلوبين؟ موجود exclusively in RBCs. بعد كده عندي موضوع مهم جدا اسمه allosteric properties of hemoglobin. يعني ايه؟ يعني ايه العوامل اللي بتحبب الهيموجلوبين في الاكسجين، وايه العوامل اللي بتكره الهيموجلوبين في الاكسجين؟ ايه هي بقى العوامل دي؟ العوامل دي هي العوامل الاتيه. اول عامل فيهم هو الاكسجين بذات نفسه. يعني احنا عارفين ان الهيموجلوبين بتاعي اربع سلاسل ببتيديه، صح ولا لا؟ طيب هل الاربعه اكسجين بينطوا كده يركبوا مره واحده؟ لا، الحقيقه ان هما بيركبوا بالتدريج. فاول اكسجين هتركب دي تسهل جدا الدنيا على اللي بعدها، واللي بعدها تسهل اكتر على اللي بعدها، واللي بعدها تسهل على اللي بعدها، وهكذا. فيبقى الاكسجين نفسه بيلعب دور في حب الهيموجلوبين لبقيه اخواته. ادي الاكسجين، يبقى الاكسجين بذات نفسه. ايه تاني؟ قال لك البي اتش برضو بتفرق. يعني مثلا الهيدروجين بروتينز كل ما زادت دي تحب تكره الهيموجلوبين في الاكسجين، يبقى بتقلل الايه؟ حب الهيموجلوبين للاكسجين. ايه كمان؟ قال لك الكربون مونوكسيد، غاز احادي اكسيد الكربون. نخلي ثنائي بقى المره دي، يبقى غاز ثاني اكسيد الكربون CO2، ومركب اسمه 2,3-بيس فوسفوجليسيريل، هنعرفه بالتفصيل بعد شويه، او اختصارا 2,3-BBG. يبقى ما هي العوامل اللي بتاثر على حب الهيموجلوبين للاكسجين او كرهه الاكسجين ذات نفسه؟ البي اتش، الكربون مونوكسيد، الكربون دايكسيد، وال 2,3-BBG. طيب يا ترى مين من دول مع ومين ضد؟ يعني مين يحبب ومين يكره؟ عرفنا واحده غششتها لكم من شويه ان الاكسجين اكيد بيحبب الهيموجلوبين في اخواته. يبقى لو قسمناهم كده، مين اللي مع with، ومين الاجانست، هتبقى النتيجه كالاتي: الاكسجين with، وفجاه من العيار الثقيل الكربون مونوكسيد with. يا الكربون مونوكسيد الغاز اللي سيء السمعه ده، مع حب الهيموجلوبين للاكسجين، لكنه حب قاتل، بيحبه زياده عن اللزوم، لدرجه ان هو بيجي عند الاماكن اللي المفروض ينزل فيها الاكسجين عند التيشز، يقول له لا مش هسيبه، مش هسيبك تبعد عني، مش هسيبك تهرب مني. فبالتالي الكربون مونوكسيد في الحاله دي بيبقى الحب بتاعه مش مرغوب فيه، لانه ما بيخليهوش يسيب الاكسجين في الاماكن اللي المفروض يسيب الاكسجين فيها. يبقى اللي وذ اتنين بس، هما الاكسجين والكربون مونوكسيد. مين الاجانست؟ الكربون دايوكسيد وال 2,3-BBG واي اسيدتي او اي زياده في الهيدروجين بروتونز. حلو الكلام؟ يبقى مين اجانست؟ اغلبهم اجانست، و او الثلاثه اجانست واثنين وذ. تعال ندرسهم واحد واحد. أول allosteric factor عندي هو الـ binding to oxygen، وزي ما قلت لك في المقدمة إن الأكسجين بيمسك في كام مكان. الأكسجين عندنا أربعة polypeptide chains، نجيب القلم بسرعة، عندي أربع سلاسل ابتدية وأربع هيم موليكيول، فبيمسك أربعة أكسجين. بس هل الأربعة أكسجين بيمسكوا في وقت واحد؟ لأ، الأكسجين الأولانية تمسك، وبعدين الأكسجين الثانية، وبعدين الأكسجين الثالثة، وبعد كده الأكسجين الرابعة.
ودخول الأكسجين الأولانية بيبقى صعب، التانية بتبقى أسهل، التالتة أسهل فأسهل، والرابعة بتبقى سهلة خالص. فتعاون الأكسجين علشان يسهل إنه يمسك بقية الأكسجين ده بنسميه هيم تو هيم انتراكشن. ده بقى بيحصل إزاي بالتفصيل؟ تعالوا نبص هنا على شكل الإيه؟ الهيموجلوبين. ده الحديد اللي أنت شايفه ده باللون البامبا. الحديد ماسك مين دول؟ عايز القلم كده. مين دول يا أولاد؟ المثلث دول. دول الأربع روابط اللي الحديد رابط فيهم دي جوه البروتوبورفيرين 9. لو أنت ناسي شكل الحلقة، الحلقة بتاعتنا بشكل تبسيطي زيادة عن اللزوم يعني، هعملها لك بالطريقة دي، أفكرك إن الفرس كان ماسك بأربع روابط نيتروجينية، أو ماسك مع النيتروجين بأربع كوردينيشنز. هم دول الأربع كوردينيشنز لما بنشوف إيه التوب فيو اللي إحنا شايفينه ده. لو هتلاحظ معايا، ملاحظ إن الحديد هنا مش في نفس مستوى الحلقة، مش زي ما أنا رسمها هنا كده، لأ هو قابب شوية لفوق، عامل بلج لفوق. قابب شوية لفوق ده في الحالة إن هو دي أوكسي، لسه ما مسكش في الأكسجين. لكن لما يجي يمسك في الأكسجين، بص معايا بقى في الصورة اللي جنبها، لما الأكسجين يمسك هيشد على الحديد لتحت، فالحديد اللي كان قابب في الصورة دي هيبتدي يستوي ويبقى في نفس مستوى الإيه؟ الرينج بتاعته، وهيشد بدوره على مين دي بقى؟ فاكرينها؟ دي البروكسيمال هيستيدين أهي، بروكسيمال هيستيدين. فلما يتشد على البروكسيمال هيستيدين، وهي أصلاً واحدة من الأحماض الأمينية بتاعت السلسلة إيه؟ السلسلة إف، هتشد بدورها على السلسلة إف، يبقى مجرد إن الحديد شبك تحت شد على الحديد، الحديد شد على البروكسيمال هيستيدين، البروكسيمال هيستيدين شدت على كل السلسلة إف، ونتج عن هذا اللي إحنا هنشوفه في السلايد اللي جاي. لو اعتبرنا دلوقتي إن الأكسجينة دي هتمسك في الهيم اللي ماسك بدوره في الألفا 1 بولي بيبتايد تشين، فالأكسجينة بعد ما مسكت وشدت الحديد لتحت وبقى الحديد في نفس مستوى البروتوبورفيرين 9، هيحصل إيه بقى؟ الأكسجين هيشد على الحديد، والحديد هيشد على الهستيدين، والهستيدين بدوره هيشد على البولي بيبتايد تشين ألفا 1، فيحدث الآتي: تقرب السلسلة البتدية لتحت، تتشد لتحت، فهي هتتشد وتبعد عن السلسلة البتدية اللي قصادها اللي هي ألفا 2. طب هي هتبعد من غير ما روابط تتكسر ولا ايه رأيكم؟ طبعا هتكون في روابط تتكسر، لان الروابط اصلا اللي رابطه الاثنين بولي بيبتايد تشينز ببعض روابط ضعيفه، فلما تتسحب لتحت هتتقطع بعض الروابط، وبناء على قطع هذه الروابط يحدث الاتي: السلسله الابتدائيه المقابله كمان ترجع لورا لانها بقت مرحرحه، خلاص فكت الايه الزنقه اللي كانت فيها او الشده اللي كانت فيها اللي كانت ربطاها بالسلسله الابتدائيه اللي قصادها، فرجعت لورا. لما رجعت لورا لاحظتوا ايه؟ لاحظت الاكسجينه اللي في اول السلايد كانت ورا كده، قربت ولا لا من الحديد؟ قربت جدا من الحديد، على عكس الاكسجينه الاولانيه اللي كانت طالعه عينيها يا عيني وعملت نطت نط عشان تمسك في الحديد دي، تقريبا الحديد جالها لحد عندها او قرب منها جدا، فبقت مهمتها اسهل بكتير من الاكسجينه الاولانيه. يبقى الاكسجينه الاولانيه تعبت لكنها سهلت الطريق على اللي بعدها، واللي بعدها تسهل على اللي بعدها بنفس الطريقه، وهكذا دواليك. السلايد ده برضه بيوضح الكوبريتيف بايندنج بتاع الاكسجين. بص معايا كده، دي اول اكسجينه ركبت والدنيا اتفكت شويه عن الصوره اللي قبلها، هنا مفيش ولا اكسجينه راكبه. فأول أكسجينة ركبت، بعد كده تاني واحدة الدنيا بقت فك أكتر، التالتة فكت أكتر، الرابعة بص قارن كده بين الصورة الأخيرة والصورة الأولانية، الدنيا هنا كانت مشدودة جدا، مفيش أي فراغات. فعشان كده سمينا الصورة اللي مش راكب فيها الأكسجين، سميناها إيه بقى؟ سميناها تي ستيت، نسبة لكلمة أو اختصار لكلمة توت، وتوت يعني تنس أو مشدود. لان هنا الاربعه بولي بيبتايد تشينز ماسكين في بعض ومشدودين جامد جدا، بينما لما الاكسجين كله ركب اصبحت الصوره ار نسبه الى كلمه ريلاكسد، يعني مرخيه خالص كده، عشان اغلب الايه البونز هنا اتكسرت اللي ربط الاربعه بولي بيبتايد تشينز ببعض. يبقى الار فورم هو الاكسجينيتد، والتي فورم هو الدي اوكسجينيتد. وحتى لا ننسى نعلمها ازاي، الواحد لما بيكون مرتخي وريلاكسد كده بياخد ايه نفسه بالراحة، فبيوصله أكسجين أكتر، يبقى ريلاكسد هو الأكسجينيت، ولما بيكون مشدود ما بيعرفش ياخد نفسه كويس فبيبقى دي أكسجينيتد. دي حاجة بس تربطوها في دماغكم. طيب في دلوقتي معلومتين ما قلناهمش. المعلومة الأولانية، إحنا فاهمين إن الأكسجين الأولانية بتبقى صعبة، التانية أسهل، التالتة أسهل، وكذا، لكن ما فهمناش المقارنة بالدرجات.
يعني الأفينيتي بتاعت الأخيرة دي، آخر واحدة ركبت دي، كام ضعف الأولانية؟ تخيل كام؟ 300 ضعف. الأفينيتي of hemoglobin to the last oxygen كام ضعف الأولانية؟ أول واحدة ركبت حبها 300 مرة أكتر من أول واحدة إيه؟ ضعفت، يبقى الرقم 300 times. شفتوا الدنيا كانت أصعب إزاي في الأول وبعدين بقت أبسط؟ المعلومة التانية إن لما بيركبوا الأربعة أكسجين بيخرج من البيتا تشينز وتحديدا من الهستيدين، رقم كام بقى الهستيدين دي؟ رقم 146، وده يأكد إن إحنا في البيتا تشين، لأن أصلا الألفا تشين ما فيهاش 146 أمينو أسيد، آخر هستيدينة آخر أمينو أسيد خالص في التشين بيخرج منها 2 هيدروجين بروتونز، يعني اخر الهستيدينا من هنا والهستيدينا من هنا يخرج منها ايه؟ هيدروجين بروتون من هنا وهيدروجين بروتون من هنا، يبقى احنا عندنا 2 هيدروجين بروتونز بيخرجوا امتى؟ بيكون بيخرجوا لما الاكسجين كله يركب. يعني ايه رايك لو سالتك بطريقه اخبث شويه وقلت لك يا ترى الار فورمد هو اللي اسيدك اكتر ولا التي فورمد هو تي او التي ستيت هو اللي اسيدك اكتر؟ تقول لي مين؟ طبعا الار، لان الار خرج منه بروتونات اكتر، فيبقى الاكسجينيتد فورم او الاكسجينيتد ستيت هو المور اسيدك. هو تاثير غير مباشر للسي او 2 على الافينيتي اوف هيموجلوبين الاكسجين وله اغراض اخرى متعدده، لكن دي الحته اللي تهمني. الدياجرام ده يبدو انه معقد، لكن هنقراه ازاي عشان ما يبقاش معقد؟ نقراه من الناحيه اليمين ومن ايه تحت، خلاص. طيب تعالوا نبص عليه من تحت كده، بيقول ايه؟ بيقول لك يا سيدي انت دلوقتي عند التيشز، فالتيشز طبعا فيها ثاني اكسيد كربون كتير، ادي CO2 كتير، هيمسك فيه الميه، فوجود انزيم اسمه كربونيك انهيدريز انزيم هيتحد السي او 2 مع الميه ويعمل اسيد اسمه ايه بقى الاسيد ده؟ اسمه كربونيك اسيد، اسمه كربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده حمض ضعيف يتأين بسرعه، يطلع لي 2 بروتونز ويطلع لي هذا المركب المسمى بالباي كربونيت. البايكربونيت، لا يعني البايكربونيت دلوقتي، انا اللي يعنيني الاثنين بروتونز دول هيروحوا فين. الاثنين بروتونز دول يروحوا للهيموجلوبين. فاكرين الاثنين بروتونز اللي فقدهم الهيموجلوبين لما الاكسجين الاربعه ركبوا كان بيفقدهم منين؟ كان بيفقدهم من الهستيدين 146 بتاع السلسله بيتا، يرجعوا له بقى تاني وتعود الايه الميه المجاريها، او ممكن يضافوا احيانا على الان تيرمينس بتاعت الايه البولي بيبتايد شين. خلاص ده الاثنين بروتونز دول هيروحوا للهيموجلوبين. طب وانت فاهم وخلاص الدنيا وصلتك، لما تكون في بروتونز هتضاف على هيموجلوبين ده يحسن الروابط ولا يضعفها؟ يحسن الروابط، وما دام ربطنا وخلينا الهيموجلوبين تنس مربوط مشدود، ده اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ لا طبعا ده دي اوكسجينيتد، ربطنا الهيموجلوبين جامد فاروح ايه تخلى عن الاربعه اكسجين اللي شايلهم، وهذا هو الهدف، خرجنا الاكسجين اللي شايلينه واحنا عايزين التيشز يوصلها اكسجين، عشان كده عملنا كل ده علشان يخرج الاكسجين بالسلامه وصل للتيشز ونجحت الخطه. عند اللانج نبص على الناحيه الثانيه بقى، ايه اللي بيحصل عند اللانج؟ انا عايزه احمل الاكسجين على الايه على الهيموجلوبين واخرج السي او 2 بره، فبعمل ايه؟ فالاكسجين بيروح للهيموجلوبين، خلاص بيمسك فيه، فيحدث الآتي: الهيموجلوبين يمسك فعلا الأربعة أكسجين ويخرج مين؟ يخرج ما دام الأكسجين ركب على الهيموجلوبين هيخرج الاثنين بروتونز من الهستيدين 146 بتاع البيتا تشيتس. الاثنين بروتونز اللي خرجوا دول هيتحدوا مع البايكربونات ويدوني من هذا الكربونيك إيه؟ الكربونيك أسيد. والكربونيك أسيد يرجع عليه نفس يشتغل عليه نفس الإنزيم اللي اشتغل تحت أهو، بس المرة دي هيعمل اكشن مختلف، هناك كان بيربط ال CO2 مع المية، لكن هنا بيكسر الكربونيك اسيد لإيه؟ ل CO2 ومية، وكأن الكربونيك انهيدريز انزيم ده بيشتغل في الاتجاهين، مرة هيشتغل بإن هو يضم المية عن ال CO2 ويعمل لك كربونيك اسيد، ويعمل العكس يفك الكربونيك اسيد ل CO2 ومية. طب نجحت الخطة ولا لأ؟ إحنا مش كنا عايزين نطرد ال CO2؟ ما إحنا عند اللانجز، نجحت الخطة. طردنا الـ CO2 عند اللوكس. ده هو الكلمتين اللي المفروض تعرفهم في البول، وهي تتذاكر كده، تتذاكر من خلال الدايجرام. عرفنا تأثير الكربون دايكسيد الغير مباشر عن طريق البور إيفكت، لكن ما عرفناش تأثيره المباشر. مبدئيا هل الكربون دايكسيد يا ولاد بيمسك
في كوردينيشن معين في الحديد مثلا؟ لا، احنا عارفين الستة كوردينيشنز بتوع الحديد ما فيهمش مكان خالص للكربون دايكسايد. اه ممكن يمسك في الكربون مونوكسايد لكن ما يمسكش في الكربون دايكسايد. اما الكربون دايكسايد بيمسك فين؟ الكربون دايكسايد بيدور على واحدة امينو اسيد متطرفة كده، وتحديدا اللي هي الان تيرمينال. الان تيرمينالز دي زي ما احنا عارفين من ايام شرح البولي بيبتايد بتبقى فيها مجموعه ايه؟ امينو حره، بيبقى فيها مجموعه امينو حره فبنسميها ان تيرمينالز. يمسك بقى الكربون دايكسايد في مجموعه الامينو الحره دي ويعمل ما يسمى بالكارب امينو هيموجلوبين، اسمه منطقي، كارب نسبه الى كربون دايكسايد وامينو لانه مسك في الامينو جروب، وهيموجلوبين لان الامينو جروب دي في الهيموجلوبين فبنسميه كارب امينو هيموجلوبين. ده شكل اللي بيمسك فيه الكربون دايكسايد. الكارب امينو هيموجلوبين لما يمسك بالطريقه دي زي ما انتم شايفين بيبقى عليه نيجاتيف تشارج، وبتخرج برده بروتونز ايه بوزيتيف تشارج. وجود التشارجز دي بيعمل ايه بقى؟ بيؤدي لايه؟ بيؤدي لحدوث ايونيك interactions. الايونيك هي الالكتروستاتيك، هي مين؟ السولت، يعني بين سالب وموجب. فين بقى هتحصل؟ ما بين البولي بيبتايد تشينز بتاعتي وبعضيها الاربعه، هيمسكوا كويس في بعض، فده يحول الهيموجلوبين بتاعي للتي فورم ولا للار فورم؟ مسكوا في بعض يبقى اتحولت للايه؟ للتي فورم. التي فورم ده بيحب الاكسجين ولا بيكره الاكسجين؟ احنا اتفقنا ما دام مشدود يبقى ما فيش اكسجين، يبقى ده دي اكسجينيتد فورم، يبقى على طول الاكسجين يطرد بره، لان انت لما شدتهم كده الاكسجين يا عيني فضل واقف بره كده ايه بعيد ومش عارف يمسك فيهم. يبقى ده تي فورم فيفرز ان انا اعمل ايه؟ يخرج الاكسجين، يخرج الاكسجين، ودي طبعا ميزه مش عيب، لما عشان عندي التيشز اقدر ببساطه اخرج ايه الاكسجين. دي فكره او التاثير المباشر للكربون دايكسايد على الاكسجين. ماذا عن تاثير الكربون مونوكسيد؟ احنا عارفين تاثير الكربون مونوكسيد دي يخلي الهيموجلوبين يحب الاكسجين، بس قلنا حب زياده عن اللزوم، حب مش حلو. ازاي ده بيحصل؟ احنا عارفين ان الهيموجلوبين بيحب الكربون مونوكسيد جدا جدا. الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين للكربون مونوكسيد 200 ضعف الافينيتي بتاعته للاكسجين، يعني الهيموجلوبين بيحب الكربون مونوكسيد 200 مره حبه للاكسجين. فاول ما يلاقي شويه كربون مونوكسيد صغيرين جدا يمسكوا في الايرن بتاعي. فاكرين الايرن البلين بتاعه كان عامل ازاي في الاول؟ الحديد كان زي ما اتفقنا كده في بلج او قابب شويه عن مستوى ايه الرينج اللي هو فيها. فلما الكربون مونوكسيد يشد زيه شانه شان الاكسجين عادي جدا، لما يشد على الحديد، الحديد هيحصل ايه؟ فاكرين الستبس اللي كانت بتحصل؟ كان ايه؟ الحديد بيتشد عليه، الهيستيدين بيتشد عليه، وبالتالي السلسله البكتيريه كلها بتشد عليها، بتتقطع روابط، فده بيبتدي يدخلني في الريلاكسد فورم. فالسلسله البكتيريه اللي قصادها الالفا 2 برده بترجع لورا، فتبقى اقرب للاكسجين، فتبقى الاكسجين ايه بتمسك بسهوله. الفكره مش بس في كده، الفكره كمان ان الكربون مونوكسيد وانس ان الهيموجلوبين مسك فيه هنا مش هيسيبه، يعني الطبيعي ان الهيموجلوبين بيسيب الاكسجين عند التيشوز، لكن الكربون مونوكسيد ده مش هيتساب. فنو واي ان الاكسجين اللي مسك هنا يتساب، ما هو علشان يتساب لازم الكربون مونوكسيد يتساب والتو بولي بيبتايد تشينز يقربوا لبعض، فالاكسجين او الهيموجلوبين بوجه عام يتحول للصوره الار، فالاكسجين يتساب. عمره ما الهيموجلوبين هيسيب الكربون مونوكسيد، وبالتالي عمره ما هيتحول للار فورم، وبالتالي عمره ما هيسيب الاكسجين. علشان كده الكربون مونوكسيد في مصلحه الاكسجين، بس مصلحه تضر جدا جدا. وعشان كده اي تركيز صغير من الكربون مونوكسيد بيعمل توكسيستي عاليه قوي. طيب نحل ازاي الكربون مونوكسيد بويزنينج او تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون؟ لازم تدي تركيز اكسجين عالي قوي 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 علشان يضطر الهيموجلوبين في الحاله دي ان هو يسيب الكربون مونوكسيد ويرجع للريلاكسد فورم بتاعته. مركب عندي اسمه 2-3 بيسفوسفوجليسرايد او 2-3 بي بي جي، ومن غير ما اكتب الفورميلا بتاعت المركب انا عايزك تتوقع معايا في كام شحنه كده على الاقل في هذا المركب. بص هو اسمه بيس فوسفو، يعني 2 فوسفو، يبقى انا عندي ثانيه واحده بس كده فوسفو 2، والفوسفو ده نسبه الى كلمه فوسفيت او فوسفوريك اسيد يعني. طيب يبقى عندي والفوسفيت شانه شان اي اسيد في ايه؟
في نيجاتيف تشارج، يبقى انا عندي 2 فوسفات خلاص في هذا المركب ب2 نيجاتيف تشارج. والجليسريت 8 بقى خلاص ملوك التسميه، عرفوا ان 8 يعني جليسيريك اسيد او اسيد، ادي ايه شحنه تاني. وسيبك بقى من بقيه الشحنات اللي موجوده في المركب، بس على الاقل مبدئيا تبقى فاهم ان هذا المركب is very rich in negative charges او الشحنات السالبه. طيب كونه بقى غني بالنيجاتيف تشارجز ده يحصل ايه بقى؟ يروح هذا المركب يدور على مكان غني بالبوزيتيف تشارجز ويقعد فيه. الباكت ده موجود فين؟ موجود في هذه المنطقه يا شباب، موجود ما بين الاربعه بولي بيبتايد تشينز. فنشوف ايه اللي هيحصل لما ال 2 3 بي بي جي ينزل في البوكت بتاعه اللي غني بالبوزيتيف تشارجز. هينزل هيعمل معاهم روابط ايه؟ ايونيه، ionic interactions او electrostatic او salt bridges، فهيقربوا ناحيته. فلما يقربوا ناحيته مين اللي طلع بره؟ الاكسجينات طلعت بره. احنا اتفقنا ما دام اتشد الهيموجلوبين يبقى ده الايه؟ التي فورم اللي بيخليني افقد الاكسجين. ميزه ولا عيب؟ ميزه طبعا، لان انا فين؟ لو تاخد بالك انا هنا عند التيشز، فتركيز ال 2 3 بي بي جي عند التيشز كويس وعالي، فبستفيد انا من الميزه دي بان انا بيساعد الهيموجلوبين ان يسيب الاكسجين عند التيشز. ماذا يحدث عند اللنج بخصوص هذا ال 2 3 بي بي جي نيجاتيفلي تشارجد؟ هي اول واحده مسكت بصعوبه، واحنا عارفين انها طول الوقت بتمسك بصعوبه. خلاص مسكت بصعوبة. طيب لما هي مسكت بصعوبة اتكسرت روابط هنا وبعدت بعض الشحنات الموجبة برضو عن ال 2 3 بي بي جي، فصغر البوكت وما بقاش مستريح فيه. هو في الأول كان قريب منهم وكان مبسوط بإن هو قريب منهم، بس هما بعدوا عنه، فبالتالي البي بي جي يقول لهم أنا سايب لكم إيه البيت وخارج. ويحدث الآتي، يسهل بقى ان بقيه الاجزاء او البوليبيبتايد تشينز تقرب والاكسجين يركب عليها. دي الفكره بتاعت 2 3 بي بي جي عند اللونجز وعند التيشز. بعد كده عندك موضوع اسمه جلوبين جينز، مش مفروض تعرف فيه اكتر من الكلمتين اللي هنقولهم دول. الجلوبين جينز او الجينات اللي مسؤوله عن تصنيع الجلوبين، الجلوبين بروتين، والبروتين عشان يتصنع محتاج تكون فيه معلومات موجوده على الدي ان ايه، بنسميها جينز. بعد كده الجينز دي بتتنقل على الار ان ايه، وبعد كده الار ان ايه بتترجم من عليه وتتحول الى بروتين. خلاص طيب مين هي الجينات اللي مسؤوله بقى عن الجلوبين؟ موجوده فين؟ موجوده على الكروموسوم نمبر 16 والكروموسوم نمبر 11. طبعا من كل واحد في نسختين. الكروموسوم 16 هو اللي عليه الالفا، بس خلي بالك مش عليه جين واحد للالفا، عليه 2. يبقى انت عندك كام نسخه من الالفا؟ انت عندك كروموسوم 16 2، كل واحد عليه جينين للالفا، يبقى انت عندك 4 جينات مسؤوله عن الالفا. مين الالفا دول يا دكتوره؟ مش انت كان عندك في الهيموجلوبين بتاعنا 2 الفا و2 بيتا؟ طيب الالفا دول السلاسل البكتيريه بتاعت الفا دي ليها ايه؟ جينين على كروموسوم نمبر 16، كل كروموسوم منهم يبقى انت عندك 4 جينات بيصنعوا لك البوليبيبتايد شين الفا. طيب والبيتا؟ البيتا موجوده على الكروموسوم 11، كروموسوم 11 اعكس، يعني الالفا هي المتقدمه في الترتيب في الحروف، لكن موجوده على الكروموسوم الاكبر حجما او الاكبر في مش حجما طبعا، الكروموسوم اللي ايه اللي رقمه اعلى، يبقى الايه الالفا على الكروموسوم اللي رقمه 16 بينما البيتا على الكروموسوم نمبر 11. طيب لو خدت بالي بالك البيتا هنا اكسبرست بجين واحد بس، على عكس الالفا كانوا 2، لكن هنا البيتا جين واحد بس مسؤول عن تصنيع البيتا. طيب ايه الباقي دول يا دكتوره؟ انا شايف حاجه كده غريبه، حرف كده، ده زيتا يا ولاد. خلاص اسمه ايه زيتا؟ وهنشرح الترتيب بتاع الحروف دي بعدين. وده اسمه دلتا، وده اسمه جاما، وده اسمه ابسلون. ايه الاسامي العجيبه دي يا دكتوره؟ وفين ما جاتش ما اتعرفناش عليها؟ احنا عارفين ان الهيموجلوبين بتاعنا عباره عن الفا وبيتا، كان المفروض نختم على كده. لا يا ولاد، في انواع هيموجلوبين ثانيه اسمها ماينر هيموجلوبين، يعني يا اما نسبتها اقل من الهيموجلوبين الطبيعي بتاعنا، يا اما كانت موجوده فتره وايه ومشيت، فكانت في سلاسل بكتيريه اخرى، فلازم تبقى اكسبريسد بجينات اخرى او موجوده على شكل جينات اخرى. السلاسل البكتيريه دي منها زيتا ومنها دلتا ومنها جاما ومنها ابسلون، وده اللي عايزاك تعرفه من الجلوبين جينز. طيب عندي موضوع بعد كده اسمه تايبس اوف هيموجلوبين. هو الهيموجلوبين فيه منه انواع يا دكتوره، مش بس النوع اللي بنتكلم عنه من اول المحاضره اللي هو عباره عن 2 الفا تشينز و2 بيتا تشينز، لا في منه اكتر من نوع. النوع اللي بنتكلم عنه في المحاضره ده بنسميه the adult hemoglobin.
بنسميه adult. هيموجلوبين أو اختصارا it's hemoglobin A، وده بيمثل تقريبا 98% من الهيموجلوبين اللي في دمك وفي دمي وفي دم كل الايه الادلت. اما ال 2% اللي باقيين دول عباره عن ايه؟ عباره عن نوع اخر من الهيموجلوبين بسميه هيموجلوبين A2 ادلت برضو، بس لانه اقل في نسبته من الهيموجلوبين A فبسميه A2، هو مختلف عنه برضو كيميائيا. لكن لو تاخد بالك انا حطيته على الجنب كده لان هو داخل مع مجموعة أخرى من الهيموجلوبين بسميها ماينر هيموجلوبين، يعني أنواع الهيموجلوبين اللي يا إما كميتها قليلة يا إما كانت مؤقتة واختفت. طيب عرفنا منهم واحد اللي هو هيموجلوبين A2 وده التالت اللي فيهم. في اتنين بقى كانوا موجودين واختفوا، يعني كانوا موجودين وانت جنين واختفوا. مين هما؟ واحد اسمه هيموجلوبين دور، والتاني اسمه هيموجلوبين اف. وانا اتعمدت اكتبهم بالترتيب ده لان هو ده ترتيب ظهورهم. ازاي؟ يعني الهيموجلوبين الجور ده اول هيموجلوبين هيظهر، اول هيموجلوبين بيتصنع، اول ما يحصل حمل after conception مباشرة هو ده الهيموجلوبين اللي بيظهر. طب الهيموجلوبين الجور ده يختلف ايه عن الهيموجلوبين ايه؟ يختلف عنه ان هو مش معمول من 2 ألفا ومن 2 بيتا، أما المعمول من إيه؟ معمول من 2 زيتا و2 إبسلون. هل علي اسمهم؟ لا، متشال من عندك في الكتاب بتاع السنة دي، لكن تبقى عارف إن البوليبتايد تشينز مختلفة عن الهيموجلوبين الأدلت بتاعي. طيب تاني نوع عندي هو الهيموجلوبين F. الهيموجلوبين F ده بيظهر إمتى؟ او يعني بعد الهيموجلوبين جور بقد ايه؟ بيبدا بعد الحمل بكذا اسبوع، بس هو بيستبدل الهيموجلوبين جور تقريبا، ويبقى هو الهيموجلوبين الاساسي اللي عند الجنين بعد 3 شهور 3 months. حلو الكلام. يبقى الهيموجلوبين اف هو الهيموجلوبين الاساسي اللي بيبقى موجود في الجنين. الهيموجلوبين جور اول واحد بيظهر، لكن الهيموجلوبين اف بيظهر بعديه بكذا اسبوع ويسيطر تماما بعد 3 شهور. هل عليا يا دكتور اعرف يا ترى الهيموجلوبين اف يختلف عن الهيموجلوبين ادلت في ايه؟ المره دي عليك، نجيب لون تاني مختلف كده. الهيموجلوبين اف المره دي متكون من 2 الفا، ادي شبه، لكن في اختلاف عن الهيموجلوبين اي ان هم عنده جاما 2 جاما مش 2 بيتا. يبقى الهيموجلوبين اف عنده 2 الفا و2 جاما. طب نكتب على جنب كده علشان الناس اللي مش فاهمه هو الترتيب اللي الحروف دي بتبقى ماشي ازاي. احنا عندنا الترتيب الفا بيتا جاما، دي اسمها جاما ودي اسمها دلتا، وبعدين ابسلون اللي هي زي الاي، وبعد كده ايه زيتا اللي زي الزد. ده الترتيب بتاعهم، دي اسمها الفا بيتا جاما دلتا ابسلون زيتا. طيب انا عندي بالنسبه للهيموجلوبين اف 2 الفا و2 ايه 2 جاما. طيب عندي هنت طبعا هقوله على الهيموجلوبين اف وليه الهيموجلوبين اف بيبقى موجود في الجنين وليه بيختفي بعد كده او بعد الولاده ويجي مكانه الهيموجلوبين ايه. ايه الفرق ما بينهم حالا هقوله، بس خليك فاكر ان اول هيموجلوبين بيظهر هو هيموجلوبين ايه دور، يظهر بعديه هيموجلوبين اف، يظهر بعديه هيموجلوبين ايه العادي بتاع الادلت بعد الولاده. اما الايه هيموجلوبين A2 ده احنا اتفقنا هو برضه هيموجلوبين ادلت لكن يمثل 2% فقط. ويختلف ايه عن الهيموجلوبين العادي بتاعي؟ عندي 2 الفا والمره دي 2 دلتا، نكتبها على جنب اهي، و2 دلتا. طيب عشان ما ننساش انها بتجيلي كتير قوي في الام سي كيو، كل واحد فيهم عباره عن ايه؟ بص انت على ايه مش عليك الهيموجلوبين جور خلاص، وعندك دلوقتي ثلاث حاجات، عندك الهيموجلوبين A وعندك A2 وعندك F، ده المفروض تحفظهم. الA ما فيهوش خلاف لان احنا عارفين ابتداء ان هو 2 الفا، معلش بخط اوضح الاحمر مش مكان خالص، 2 الفا و2 بيتا، وده اللي بندرسه من اول المحاضره، ده سهل خالص ماشي بالترتيب حتى 2 الفا و2 بيتا. الهيموجلوبين F 2 الفا و2 جاما. طيب الهيموجلوبين A2 دلتا، طب افتكرها ازاي الهيموجلوبين A2 دلتا؟ ايه ده ادلت، مش هو ادلت برضو؟
طيب لو متلخبط بينه وبين الاف مين الجاما ومين الدلتا، فالادلت كبر ودخل جامعة الايه؟ دخل جامعة الدلتا. مفيش طفل بيدخل جامعة، ماشي؟ مش ممكن يكون هو اللي دخل جامعة الدلتا، يبقى هيموجلوبين A2 التاني مع دلتا مش جاما. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب عشان ما ننساش ترتيبهم ممكن نفتكر الآتي، إن هما نجمعهم جي اف ثم ايه، بس فكرك بكلمة ايه دي، القلب منك مليان جافة، خلاص يبقى هتجمعها في كلمة جافة، جي اف اي. هو ده ترتيب ظهور التلات انواع من الهيموجلوبين، الجي الاول ثم الهيموجلوبين اف ثم الهيموجلوبين ادلت او ايه، وما تنساش ان ايه 2 ده 2% فقط، وان هو في دلتا. طيب عايزه اقول ايه على الهيموجلوبين اف؟ قال لك الهيموجلوبين اف في ميزه يعني مختلفه عن الهيموجلوبين ايه. ايه هي بقى؟ قال لك مش انا قلت لك ان هو في جاما؟ الجاما دي مخليه ما بيحبش مركب اسمه، انا هكتب دلوقتي عشان ما تتوهش مني، احنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الهيموجلوبين اف واختلافه عن الهيموجلوبين ايه، هو الهيموجلوبين العادي بتاعنا الهيموجلوبين ادلت. الهيموجلوبين اف ما بيحبش، has less affinity لمركب اسمه 2-3-BBG. فاكر ولا نسيته؟ ال 2-3-B سوري BBG، المركب ده كان من المركبات اللي بتكره الاكسجين ولا بتحب الاكسجين؟ كانت من المركبات اللي على ناحيه كره الاكسجين، كانت بتكره الهيموجلوبين في الاكسجين. فلما بقول لك الهيموجلوبين اف ما بيحبش عدو الاكسجين، in other words اقولها ازاي؟ الهيموجلوبين اف بيحب الاكسجين، يبقى ليه higher affinity للاكسجين. يبقى الهيموجلوبين اف يتميز عن الهيموجلوبين اي انه ما بيحبش عدو الاكسجين اللي هو 2 3 بي بي جي، دي less affinity ليه، وبالتالي هو بيحب كده الاكسجين اكتر. ميزه ولا عيب؟ ميزه طبعا، لان الفيتس او الجنين مش بيتعرض لكميه الاكسجين اللي بيتعرضها الادلت، هو الدنيا عنده مش مفتوحه، الدنيا مقفوله جدا، وبياخد الاكسجين ترانسبلاسنتال. يعني ايه؟ يعني من خلال المشيمه بتاعه الام، ترانسبلاسنتال. فعايز يستخلص الاكسجين من الدم اللي واصل له، ده الموضوع ايه ما فيهوش اريحيه قوي، فلازم يكون الهيموجلوبين بتاعه عنده حب كبير للاكسجين عشان يستخلص الاكسجين في الظروف ايه الضيقه دي. يبقى عرفنا ليه الهيموجلوبين اف ما عندوش افينيتي لل 2 3 بي بي جي، بكلمه واحده الهيموجلوبين افينيتي هاز هاير افينيتي تو اكسجين عن الايه، عن الادلت هيموجلوبين. ده المفروض تعرفه عن انواع الهيموجلوبين الماينور. لا في نوع مهم جدا، ايه ده اللي هو يعني لخبطني كده شويه، يا ترى ده ادلت ولا ماينر ولا ايه؟ هو ادلت بس برضه ماينر، ازاي يعني؟ فاكر الاي 2 ده اللي هو 2%، في نوع رابع اسمه هيموجلوبين اي 1. الله، ده الادلت بتاعي، ايه اللي جايبه في الماينر هيموجلوبين؟ اصبر بس عليا، اسمه هيموجلوبين اي 1 سي. يبقى من ضمن الماينر هيموجلوبين في كمان نوع جديد بيظهر، هو اصلا ادلت هيموجلوبين واصلا ميجر، يعني يبدو كانه ميجر لكن حصل فيه حاجه دخلته ضمن الماينر. نفهم ازاي القصه دي؟ نفهمها من السلايد اللي جاي ان شاء الله. ما هو الهيموجلوبين اي 1 سي؟ الهيموجلوبين اي 1 سي هو اصلا هيموجلوبين اي، ايه العادي بتاعنا خالص، اللي هو عباره عن سلسلتين من الالفا 2 الفا تشينز معاهم 2 بيتا تشينز، بس عمل تفاعل مع الجلوكوز. تعالوا نفهم القصه بسرعه. الجلوكوز، انت عندك جلوكوز في الدم طبيعي، الجلوكوز ده لو زاد في الدم يبتدي يقول ايه، الفاضي يعمل قاضي، وقاعد فاضي في الدم يبص مين جاره في الدم، اه والله ده فيه هيموجلوبين جنبي في الدم، طب ما تيجوا ايه نعمل كده شراكه واعمل تفاعل مع الهيموجلوبين اللي في الار بي سيز، وتحديدا مع البيتا تشين بتاعه الهيموجلوبين، وتحديدا اكتر مع الفالين بتاعه البيتا تشين، والفالين تحديدا اكتر الان تيرمينال ايه، فالين، الفالين اللي بتبقى اقرب للان ايه تيرمينس. الجلوكوز يتحد مع الان تيرمينال فالين، اهي الفالين اهي، امينو اسيدز برانش تشين نيوترال، يجي الجلوكوز يمسك فوقيه ويعمل تفاعل. التفاعل ده ليه ميزتين، الميزه الاولانيه ان الرابطه دي قويه جدا، مش اي تفاعل وخلاص، الرابطه دي كوفالنت
بوند. يعني لو جلوكوز غير رأيه وحب يفك مش هيعرف يفك، يبقى التفاعل ده علشان الرابطة قوية جدا is irreversible، ما يرجعش تاني، تفاعل one way. الميزة التانية ان التفاعل ده مش محتاج انزيمات، non enzymatic. يبقى ما هو الهيموجلوبين A1C؟ هيموجلوبين A1C هو الهيموجلوبين العادي بتاعي خالص، بس بعد ما اتحد جزء منه مع مين؟ مع الجلوكوز. طيب هل ده بيحصل نورمال؟ يعني هل الجلوكوز اللي عندي في دمي ممكن يتحد مع الهيموجلوبين اللي في دمي، او تحديدا مع الان تيرمينال فالين، ويديني هيموجلوبين A1C؟ ايوه، انت عندك نسبه هيموجلوبين A1C، جزء من الهيموجلوبين A بتاعك متحد مع الجلوكوز. النسبه بتاعتك المفروض تكون اقل من 6.5% من كل الهيموجلوبين A بتاعك. يبقى النورمال في نسبة عندنا هيموجلوبين A1C نسبتها كام يا ولاد؟ أقل من 6.5%. ماذا لو لقينا النسبة أكتر من كده؟ لو لقينا النسبة أكتر من كده يبقى حضرتك الجلوكوز بتاع دمك عالي بقاله فترة طويلة. الجلوكوز عالي for longer period. كل ما كان الجلوكوز عالي في دمك لفترة أطول هيتحد أكتر مع الفالين، وتزيد النسبة بتاعت الهيموجلوبين A1C. طيب يبقى اكتشفوا بقى ان الهيموجلوبين A1C ده ممكن يستغلوه في ايه؟ في تشخيص مرض الدايابيتس او السكر، وخاصة مع العيانين المتلاعبين، لان العيان المصري ممكن ببساطة يبقى خاربها بقاله كام شهر، بس يجي قبل الفترة اللي هيروح فيها للدكتور ويروح يظابط السكر بتاعه، فالتحليل ده يقفشه بقى. تعالى لي بقى، ده انت ما دام الهيموجلوبين A1C بتاعك عالي يبقى انت بقالك فتره الجلوكوز بتاعك عالي، وانت حتى لو ظبطت السكر بتاعك قبل الزياره بتاعت الدكتور على طول، معلش لا تراجع ولا استسلام، الجلوكوز زي ما اتفقنا مش هيرجع يفك لان التحليل irreversible. يبقى التحليل ده ممتاز لان هو ما بيعكسش مستوى الجلوكوز في الدم خلال الفتره الاخيره، لكن خلال فتره طويلة، يعني تقدر تقريبا بشهرين 2 months. وش معنى شهرين؟ لأن الهاف لايف تايم بتاع الار بي سيز المتوسط بتاعه هو المفروض بيعيشوا 120 يوم، لكن لما بنقول متوسط بنقول تقريبا ايه شهرين مثلا كمتوسط، فبيديني فكرة عن مستوى الجلوكوز في دمك. طيب أشخص إمتى إن العيان ده دايبيتك؟ لو النسبة كام؟ إحنا قلنا النسبة فوق هنا، في الطبيعي انت عندك نسبة هيموجلوبين 1 سي، النسبة دي لو زادت نكتب بقى هنا فوق كده اهو نورمال، لو حضرتك ما تشرع عليك يعني دايابيتك هتبقى نسبتك تساوي اكبر من 6.5 او تساوي 6.5 فاكبر. اما بقى لو النسبة فوق الـ8 ده انت خاربها، بنسميه poorly controlled، يعني عيان سكر ومش عامل اي كنترول على السكر بتاعه، نسبه تخض جدا جدا. يبقى فهمنا ايه هو الهيموجلوبين A1C؟ انا ما بعيدش لان المفروض ان دي مراجعه يا ولاد. برضو ممكن نبص كده بصه سريعه على الرسمه اهو، السكر الجلوكوز بيتحد مع الهيموجلوبين اللي جوه الار بي سيز و بيعمل الجلايكيتد هيموجلوبين، ده اسم تاني على فكره الهيموجلوبين A1C اسمه جلايكيتد هيموجلوبين، وزي ما اتفقنا النسبه الطبيعيه 6.5، اقل من 6.5، 6.5 فاكتر يبقى دايبيتك، اكتر من 8 بولي كنترولد. طب ما تيجي نجمع كل انواع الهيموجلوبين في الجدول ده. طبعا انا حطهم لك بالترتيب، اول واحد بيظهر كان الهيموجلوبين جفا زي ما اتفقنا، بعد كده الهيموجلوبين اف، بعد كده الادلت هيموجلوبين اللي مش في الجدول اصلا، احنا بنتكلم عن ماينر هيموجلوبين، وبعدين نوعين من الادلت اقل شويه، هيموجلوبين A2 وهيموجلوبين A1C. يلا بينا نتكلم على الهيموجلوبين جوهر. التكوين بتاعه كان 2 زيتا و2 ابسلون ومش عليك، فبنعمل كده اهو. الهيموجلوبين اف كان 2 الفا و2 ايه فكرني، و2 ها جاما ولا دلتا؟ لا مفيش طفل فيتس بيدخل ايه جامعه الدلتا، يبقى ايه 2 جاما. طيب بالنسبه للهيموجلوبين A2 ده ادلت، يبقى 2 الفا ماينر ادلت يعني زائد 2 دلتا. طيب هيموجلوبين A1C اوعى حد يضحك عليك، ده الادلت هيموجلوبين العادي بتاعنا خالص 2 الفا و2 بيتا، ده التركيب بتاع الماينر هيموجلوبين. الفيتشرز الهيموجلوبين جاور هو اول واحد فيرست تو ابير، اول هيموجلوبين عرفه التاريخ، بيظهر امتى؟ after a conception.
الهيموجلوبين اف بيظهر بعد كذا اسبوع من الحمل، لكنه بيسيطر تماما. بيبقى الميجر هيموجلوبين امتى؟ بيبقى هو المسيطر بعد كام اسبوع او كام شهر، 3 month intra uterine، هو ده بيبقى ساعتها هو الايه، الهيموجلوبين المسيطر. الهيموجلوبين A2 هو نسبة 2% من الهيموجلوبين الأدلت بتاعنا. هل عايزين نقول عنه حاجة؟ لا، ما أتقالش عنه حاجة تاني تقريبا. الهيموجلوبين A1C أنا كنت عايزة أقول طبعا في الهيموجلوبين F، أوعى تنسى إن الهيموجلوبين F بالنسبة للأفينيتي بتاعته لل 2 3 بي بي جي قليلة جدا مقارنة بالأدلت هيموجلوبين، يبقى الأفينيتي بتاعته لل 2 3 بي بس فوسفو جليسريت قليله. طيب هيموجلوبين A2 ما قلناش حاجه مميزه عنه قوي. الهيموجلوبين A1C اتفقنا ان هو نورمالي موجود، وهو عباره عن تفاعل مين مع مين؟ تفاعل الجلوكوز مع الفالين، وتحديدا الان تيرمينال فالين اللي موجوده في البيتا ولا في الالفا بتاعه الايه، اوف بيتا تشين. واتفقنا ان النورمال بتاعه اقل من، سوري مش يساوي، اقل من 6.5. لو 6.5 فأكثر يبقى ده عيان دايابيتك، غاوي يزنق نفسي أنا معرفش ليه، ولو أكثر من 8 يبقى دايابيتك إيه، خاربها poorly controlled. ده أهم الكلام اللي قلناه في الماينر هيموجلوبين. يلا ندخل في ال types of hemoglobin، لكنها لا major ولا minor، دي abnormal أصلا، أنواع مش المفروض تكون موجودة. الابنورمال هيموجلوبين او في لفظ اخر هيموجلوبينوباثيز هو هيموجلوبين مش طبيعي يؤدي الى امراض. الخلل ممكن يكون في هذا الهيموجلوبين على مستوى البيتا تشين، يبقى بيتا تشين، وده بيحدث في ظهور ابنورمال هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين اس الذي يؤدي الى مرض اسمه سيكل سيل انيميا او سيكل سيل ديزيز او مرض الانيميا المنجليه، أو في ظهور نوع هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين سي، وده عادة بيؤدي لأنيميا بسيطة خالص. أو ممكن يكون الخلل في الألفا أو البيتا تشين، زي ظهور نوع من الهيموجلوبين اسمه هيموجلوبين ام، وده يؤدي لمرض اسمه مت هيموجلوبين ام، على بعض بقى مت هيموجلوبين نيميا، ومرض مشهور قوي اسمه ثالا سيميا أو أنيميا البحر المتوسط اللي فيه منها نوعين ألفا وبيتا. يبقى أنا عندي كام أبنورمال هيموجلوبين أو كام مرض هنتكلم عنهم؟ عندي أربعة، اتنين على مستوى البيتا لوحدها isolated بيتا يعني زي الهيموجلوبين S والهيموجلوبين C، والهيموجلوبين S اللي بيؤدي لمرض اسمه sickle cell disease، واتنين ممكن يكون على مستوى الألفا والبيتا زي الهيموجلوبين M مؤديا الى مرض الميتهيموجلوبينيميا، والمرض مهم جدا جدا اسمه الثلاسيميا اللي فيه منه نوعين الفا ثلاسيميا وبيتا ثلاسيميا. دعونا نبدا. فلنبدا بهيموجلوبين اس المؤديا الى مرض السيكل سيل ديزيز. احنا اتفقنا ان في اتنين نورمال الفا تشينز وفي ابنورمال بيتا تشينز، بس ما عرفناش ايه الابنورمال في البيتا تشين. الابنورمال في البيتا تشين ان انا عندي نورمال في البوزيشن نمبر 6 أمينو أسيد هو جلوتاميت. الجلوتاميت يعني جلوتاميك أسيد. بيحدث هنا point mutation أو طفرة واحدة في نقطة واحدة بس عندي، تؤدي إلى استبدال هذا الجلوتاميت بمين بقى؟ بفالين. وبما إنكم ملوك الأمينو أسيد تقدر تقولي بسرعة الفرق بين الجلوتاميت والفالين. الجلوتاميت أسيدك والفالين نيوترال، يعني أنت بدلت polar أمينو أسيد بنان polar أمينو أسيد. تعال نشوف تبعات هذا التبديل هتكون إيه. النورمال هيموجلوبين يا ولاد او الهيموجلوبين A بيكون شكله كالاتي. لما بيكون اوكسجينيتد بنسميه اوكسي هيموجلوبين A، بتكون الهيموجلوبين سموث خالص كده، الاسطح بتاعته من الناحيه دي مفيش، زي ما انتم شايفين مفيش اي بروزات من هنا ولا اي تجويفات لجوه ولا اي حاجه، السطح من الناحيه دي سموث ومن الناحيه دي سموث ومن الناحيه دي سموث، فالدنيا بتبقى لطيفه جدا. اما لما بيتعرض لفقدان الاكسجين او بيبقى في الصوره الدي اوكسي بتاعته، دي اوكسي هيموجلوبين ايه، بيحدث الاتي. بنلاحظ ان الهيموجلوبين بتاعي تبتدي تظهر فيه
تجويفات لجوه كده من ناحية واحدة فقط. ده هيصنع مشكلة ولا مش هيصنع؟ لا مش هيصنع، لأن احنا اتفقنا هي من ناحية واحدة فقط. فعادي، هل الناحية دي فيها أي نتوءات عشان مثلا تلزق في الهيموجلوبين اللي جنبه؟ لا ما فيهاش، وبالتالي في الهيموجلوبين ايه مفيش مشاكل. حتى لو الحتة دي فيها مستقبلات زي ما انت شايف كده لجوه، او فيها تجويفات لجوه، هنا مفيش حاجة تعشق فيها، وبالتالي بيحصلش تكتل خالص للهيموجلوبين. تعالوا نشوف اللي بيحصل في الهيموجلوبين اس وبيؤدي الى المشكلة. الهيموجلوبين اس في الدي اوكسي فورم، في الاوكسي بتاعه، بتبتدي تظهر في نتوءات لبره اللي احنا بنسميها ايه يا ولاد؟ بنسميها ستيكي باتشز. ستيكي ايه؟ باتشز، زي بتاعت الكوتشي كده، تشتش، فهمتوها كده طبعا من الصوت ده. ستيكي ايه؟ ستيكي باتشز. طيب الستيكي باتشز هتبتدي تظهر من ناحيه واحده فقط، ده في الاوكسي هيموجلوبين اس. تعمل مشكله ولا ما تعملش؟ لا ما تعملش، لان النتوءات من هنا مش بيقابلها تجويفات من هنا، فبرضه مش هيحصل اي تكتل. المشكله هتظهر امتى؟ هتحصل او هتظهر في الديوكسي هيموجلوبين اس. ليه بقى؟ لان انت عندك في الديوكسي هيموجلوبين اس من ناحيه هيكون في تجويفات، ومن ناحيه تانية هتكون عندك نتوءات اللي هي الستيكي باتشز. فلما يلتقي بقى الهيموجلوبين مع بعضه يحدث ايه؟ يحدث الاتي. مش عارفه هي متعقده، مش عايزه تتكتب كده. من ناحيه دي تجويفات، ومن الناحيه التانية نتوءات. توقعت اللي هيحصل ولا ما توقعتش؟ لما الدي اوكسي هيموجلوبين اس ده هيلتقي هيحصل ايه؟ الستيكي باتشز اللي هنا دي هتبتدي تعشق في التجويفات اللي احنا بنطلق عليها اسم علمي بقى نسميها ريسبتورز او مستقبلات للستيكي باتشز، يدخلوا في بعض ودي تدخل في دي، فيبتدي الهيموجلوبين اللي ما كانش بيتجمع ولا بيلزق في بعضه يتجمع مع بعضه، ويبتدي يديني insoluble rigid fibers. يحصل تكتلات للهيموجلوبين insoluble وشديدة جدا. فلما ده يحصل جوه الخلية بتاعتنا اللي كانت normally في الـ RPCs كانت normally ايه؟ biconcave. هتفضل biconcave ولا لأ؟ ولا هتبتدي تاخد شكل غريب شوية؟ هتبتدي تاخد شكل غريب شوية أشبه بشكل المنجل، قالة المنجل دي بيقطعوا بيها كده الزرع. فعشان كده أطلقنا على المرض ده سيكل سيل ديزيز أو سيكل سيل أنيميا، مرض الأنيميا المنجلية، لأن الـ RBCs يصبح شكلها كشكل المنجل. طب فهمنا إن هي شكلها شكل المنجل، وفهمنا إنها حصل بسبب تكتل الديوكسي هيموجلوبين S اللي اختلف عن الديوكسي هيموجلوبين A، فإنه عنده باتشز زيادة، وكده كده كان في ريسبتورز، فالباتشز دخلت في ريسبتور فحصل تكتلات. دي فكره السيكل سيل ديزيز. بس ما فهمتش برضو ايه الاعراض بتاعه المرض، تعالوا نشوف. طيب السيكل سيل اختلفت زي ما اتفقنا عن النورمال سيل في انها مع خلاص ما بقتش باي كونكيف، وبالتالي لما تيجي تمشي في الاوعيه الدمويه وفي السمول كابيلريز مش هتبقى عندها الليونه اللي كانت عند الباي كونكيف سيلز اللي كانت بتعدي بسهوله، هي ناشفه جدا، وبالتالي اول ما تعدي في بلاد سيل ضيق بيحصل ايه بقى يا اولاد؟ بيحصل بلوكج، بيحصل انسداد في هذا الايه؟ الكابيلري، بسبب ان هي اتجمعت ومش عارفه تعدي. الانسداد ده يؤدي لمشكلتين. المشكله الاولانيه لما مجرى الدم بيوقف طبعا الاكسجين مش هيوصل، فيحصل حاجه اسمها انوكسيا. يعني انوكسيا يعني الدم مش واصل للاورجن، فيحصل ايه بقى؟ العيان يحس ببين عنيف جدا، مفيش اكسجين واصل، واحيانا الموضوع ممكن يبقى سيفير فيصل الى درجه الايه؟ الدث. يبقى اول مشكله هي في الانسداد بتاع
الكابيلاريز او البلاد فيسلز بسبب السيكل سيل دي، يؤدي لنقص اكسجين وديان الى ديث احيانا في السيفير كيسز، وفي الاصل بيعمل بين. هل في مشكله تانية؟ ايوه، السيكل سيل دي شكلها مش طبيعي، والسبلين المسؤول عن التخلص من الار بي سيز هيفهم انها مش طبيعيه، فهيبقى حاططها في دماغه، فالسبلين هيتخلص منها التريت. السبلين طبعا الطحال، اللي هو الطحال مش ممكن يعني، اكيد عرفتوه. التريت ايه بقى؟ higher than a normal، فتخلص من ال RBCs دي بسرعة بسرعة لأنها شكلها مش مظبوط كده، فده يدخل العيان عندي في أنيميا. يبقى أنا عندي مشكلتين السيكل سيل، واحد الاتنين بحرف ال A، أنوكسيا و أو A N و أنيميا. أنوكسيا اللي هو نقص الأكسجين، وأنيميا بسبب تكسير السبلين لهذه ال RBCs السيئة. طيب العيان ده ممكن يكون حاجة من الاتنين، يا يكون الاتنين بيتا تشينز عنده تأثروا، يا إما يكون الاتنين مع بعض، يا إما يكون just one beta chain هي اللي اتأثرت. خلاص، على حسب إيه؟ على حسب الاتنين كروموسومز اللي شايلين البيتا تشين حصلت فيهم الطفرة الوراثية دي أو البوينت ميوتيشن، ولا واحد بس. لو الاتنين بسمي العيان ده هومو متجانس زايجتس، وده يبقى عنده طبعا الديزيز سيفير جدا. اما اللي عنده واحد سليم واحد بايظ بنسميه هيترو زايجت، وده ما بيكونش عنده اعراض المرض، لكن لو عملت له بلاد فيلم كده وبصيت على الهيموجلوبين عنده هتلاقيه كله هيموجلوبين اس، لكن او هتلاقي سوري مش كله يعني، هتلاقي فيه عنده هيموجلوبين اس وهتلاقي عنده هيموجلوبين ايه، بس هتشوف الهيموجلوبين اس عادي لكن ما عندوش اعراض المرض، نو symptoms، أو بيعتبر just a carrier، حامل للمرض. فاكرين الهيموجلوبين الثاني اللي كان بيأثر على البيتا تشين كان اسمه إيه؟ كان اسمه هيموجلوبين سي. إيه بقى قصة الهيموجلوبين سي ده؟ قصة سهلة جدا. كان عندي اتنين normal alpha chain واتنين abnormal beta chain في شكل إيه برضو ما فهمناش. قال لك الجلوتاميت اللي كان عنده رقم 6 هو اللي عامل لنا ازمه كل مره، المرات يتبدل باللايسين مش الفالين. فتتوقع معايا في مشكله كبيره هتحصل ولا لا؟ الجلوتاميت او جلوتاميك اسيد كان اسيدك امينو اسيد، واللايسين كان من ضمن كلمه اهل كان ايه؟ بيزك امينو اسيد. يبقى انت غيرت بولر ببولر، فالمشكله مش هتحصل، المشكله اللي هينتج عنها التغير ده مش هتكون كبيره، وبالتالي العيان بتاع الهيموجلوبين سي بيكون عنده اعراض مايلد انيميا او مايلد تو مودريت انيميا، جاست شويه ايه انيميا صغيرين كده. فالهيموجلوبين سي اسهل واحد فيهم، بس لازم تفتكر ان نفس الجلوتاميت اللي كان عند رقم 6 في نفس التشين اللي هو البيتا تشين تم استبداله، بس هذه المره مش بنان بولر فالين لكن ببولر لايسين. النوع الثالث من الابنورمال هيموجلوبين، واتفقنا ان ممكن يحصل في الفا وبيتا، هو الهيموجلوبين ام المؤدي الى مرض المت هيموجلوبينيميا. ايه بقى قصه الهيموجلوبين ام ده؟ فاكر الصوره دي؟ الصوره دي اللي هي بتوضح ازاي الحديد بيشبك في البروكسيمال هيستيدين. البروكسيمال هيستيدين اللي كان شبكه في الاي في الهيليكس اف اللي هو كان ترتيبه 8، وازاي من الناحيه الثانيه عنده هيستيدينه بعيده شويه ماسكه في هيليكس اي، وكنا بنسميها هيستيدينه اي 7. طيب اللي بيحصل عند الاشخاص دول ان الهيستيدين اللطيف سواء البروكسيمال هيستيدين او الديستال هيستيدين بيبقى مش موجود، وبيستبدل بانذر امينو اسيد اسمه تايروزين. التايروزين تبع عيله تبت اللي هم الاروماتيك امينو اسيدز، يعني فيهم حلقه بنزين، بس المشكله ما كانتش في حلقه البنزين بقدر ما كانت في الاو اتشايا اللي ماسكه في حلقه البنزين. لما في حلقه بنزين ماسك فيها او اتش بسميها فينوليك رينج. بسميها ايه؟ بسميها فينوليك رينج. طيب ايه برضو المشكله اللي في الاو اتشايا اللي في حلقه البنزين؟ يا عم بتجيب البنزين جنب النار، بيجيب اكسجينه جنب الحديد اللي احنا مش عايزينه يتاكسد عشان يفضل في فيرس ستيت، فوجود الاكسجين بتاعه الاو اتش دي هتخلي الحديد اللي كان في الفرس اللي هو ينقص نقص واحد يتحول للصوره الثانيه اللي فيها 3 بوزيتيف، اللي هي ايه؟ اللي هي فيريك، اللي هي مين؟ اللي هي فيريك. وتخلي الهيموجلوبين بدل ما كان اسمه هيموجلوبين عادي بقى اسمه مت هيموجلوبين. يبقى ايه المقصود بالمت هيموجلوبين؟ هو الهيموجلوبين اللي يحتوي على الحديد في الصوره الفيريك مش في الصوره الفيرس. حلو الكلام؟ حلو جميل جدا. هل ده السبب الوحيد
اللي ممكن يخلي الحديد يتأكسد ويتحول لصورة الفرق، ولا في أسباب أخرى ممكن تحولي الحديد للفرق ومن ثم تحولي الهيموجلوبين لمت هيموجلوبين؟ في أسباب أخرى تؤدي إلى ده. مين بقى الأسباب دي؟ السؤال ده مهم ونسبة وجوده في الامتحان كبيرة، فنفتكر إن إحنا نجمعهم في كلمة نسبة. يبقى الأسباب اللي بتعمل مت هيموجلوبينيميا نجمعها في كلمة نسبة، ونخلي بالنا إن إحنا عندنا ثلاثة إن. الإن الأولانية فور نايتريتس، الإن التانية اللي بنعمه نايترايتس ودي مركبات كيميائية، والإن التالتة اللي نظام ربنا سبحانه وتعالى حاطه طبيعي في جسمي علشان لو حصل والفرس اتحول لفرك يرجعه تاني. هو إحنا عشان نرجع الفرك لفرس محتاجين عملية إيه؟ ريدكشن. فالنظام ده أكيد اسمه ريدكتيز، هيريدكت مين؟ أو هيعمل ريدكشن لمين؟ هيعمل ريدكشن للمت هيموجلوبين، فنسميه مت هيموجلوبين ريدكتيز. أما الإن منين جت الإن دي يا دكتورة؟ علشان بيعمل ده من خلال استخدامه للناد اتش، فبنسمي النظام ده ناد اتش مت هيموجلوبين ريدكتيز. لما يحصل خلل في هذا النظام ده طبعا من غاب القط لعب يفار يزود المت هيموجلوبينين، يبقى 3 ان وجود النايترايتس، النايترايتس خلل في نظام الناد اتش مت هيموجلوبين ريدكتيز سيستم. الاس 4 سلفانو اللي موجود احيانا في بعض المضادات الحيويه، البي 4 بير اوكسايد، البير اوكسايد زي الاتش 2 او 2. اما التي هي اللي حكيناها من شويه ان يجي التيروسين مكان الهيستيدين. يبقى نجمع اسباب المت هيموجلوبينيميا في كلمه نسبه، الان 4 نايتري 3 ان نايترايتس، نايترايتس ناد اتش مت هيموجلوبين ريدكتيز، الاس 4 سلفانو امايدز، البي 4 بيروكسايدز، والتي السبب الجينيتيك اللي هو التيروزين يجي مكان الهيستيدين. طيب هل ممكن نستفيد من فكره المت هيموجلوبينيميا ده في اي شيء؟ قال لك اه، المت هيموجلوبين ده اللي هو الحديد فيه تحول للصوره الفرك الكارهه لشيل الاكسجين. اوعى تكون مش واخد بالك ان الصوره الحديد في الصوره الفرك مش هيعرف يشيل الاكسجين، لكنه بيحب جدا جدا بيحب الساينايد، بيحب يمسك في غاز اسمه الساينايد. ففي ناس ممكن تتسمم بغاز الساينايد ده، ويقال ان مارلين مونرو ماتت ايه بالساينايد بويزنينج. قال لك ينقذوهم ازاي؟ قال لك مش انت بتقولي ان الفرك بيحب الساينايد قوي؟ طب احقن الناس دي بماده تحول الحديد بتاعهم او تحول الهيموجلوبين بتاعهم لمت هيموجلوبين وبالتالي مات هيموجلوبين يروح شايل الساينايد اللي في الدم ومرتبط بيه، يبقى كأنك عالجته كده من الساينايد بويزنينج. مين المادة دي؟ قال لك المادة دي هي صوديوم نايت رايت، اللي احنا لسه قايلين النايترايتس دلوقتي اصلا ايه من الحاجات اللي بتعمل مات هيموجلوبينيميا. هم بيعملوه مقصدين بقى علشان يتخلصوا من الساينايد اللي في الدم. يبقى عندك هنت صغير كده ان انا ممكن استغل المات هيموجلوبين في علاج الساينايد بويزنينج. ده المفروض تعرفه عن المت هيموجلوبينيميا او الهيموجلوبين ام. طيب اخر مرض عندي واخر حته في الشابتر اخيرا الحمد لله الثلاسيميا او انيميا البحر المتوسط. وقلت لك في المقدمه ان انيميا البحر المتوسط هي خلل يا اما في الالفا يا اما في البيتا، لكن ما قلتلكش ان الخلل ده مختلف عن كل انواع الهيموجلوبين اللي فاتت. ليه؟ لان الخلل مش مجرد ان حمض اميني راح وجي مكانه حمض اميني تاني، المره دي الموضوع خاص بالكميات. يبقى الثلاسيميا تختلف عن الاخرين في كونها نتحدث عن خلل في الكم مش في النوع. خلاص. طيب هو انت مين اللي بينتج لك الالفا جلوبين؟ عندك كام جين مسؤول عن ده؟ انت عندك الكروموسوم نمبر كام؟ نمبر 16. الكروموسوم نمبر 16 ده عليه 2 جين للالفا، صح ولا لا؟ صح. طب وانت عندك كام كروموسوم؟ 16. عندك من اي كروموسوم في الدنيا نسختين. يبقى in other words لو حبيت اقول لك انت عندك كام نسخه من الالفا جينز، فحضرتك عندك اربع نسخ او 4 كوبيز من الالفا جين. كام نسخه؟ اربعه، 2 على 16 في النسخه الاولانيه و2 على 16 النسخه ايه؟ الثانيه. يبقى عندك كام احتمال من مرض الالفا ثلاسيميا؟ كام احتمال يكون موجود؟ احتمال ان نسخه واحده او جين واحد بس هو اللي يتضرب،
وفي الحالة دي مفيش أي أعراض هتظهر وبسميه الحامل الصامت silent carrier، لا أعراض لأنه نسخة واحدة ولسه في ثلاثة زي الفل. طب ماذا لو اتنين اللي اتضربوا؟ يبقى كده ممكن نقول يحمل سمة، وسمة يعني trait، فبنسميه ألفا ثلاسيميا تريت. طيب لو ثلاثة، ثلاثة الموضوع كبر بقى ميجر، فبسميه ألفا ثلاسيميا ميجر. طيب لو الأربعة، الأربعة يعني بقى هوموزايجس، يعني كلهم الأربعة، يبقى بنسميه هوموزايجس. ألفا ثلاسيميا. يبقى أنا عندي كام احتمال من الألفا ثلاسيميا؟ عندي أربع احتمالات، إنه يكون جين واحد اتضرب يبقى مفيش أي أعراض، اتنين بقى عنده سمة بقى عنده تريت، تلاتة الموضوع كبر بقى ميجر، وأربعة بقى متجانس يبقى هوموزايجس ألفا ثلاسيميا. الأعراض باين من اسم السايلنت كارير، ما عندوش أعراض، السمة عنده شوية أنيميا صغيرين مايلد إيه أنيميا خلاص. الميجر لأ، الأنيميا بقت إيه مودريت، وممكن تكون كمان إيه سيفير. الأخ هوموزايجس ألفا ثلاسيميا ده بقى الأربعة عنده مضروبين تماما، ده ممكن يحصل له إيه؟ لا حضرتك ارجع لي فكرني كده. طبعا القصة دي بتحصل من ساعة الإيه التخليق، يعني خلال جيني. هيأثر يا ترى على الهيموجلوبين اف ولا لا؟ الهيموجلوبين اف ده اللي هو كان عبارة عن 2 ألفا زائد 2 جاما، عظيم 2 جاما. انت عندك 2 ألفا مش ممكن يتصنعوا دلوقتي، فعندك 2 جاما، فالجسم يحاول يفكر يعوض غياب الألفا بأن هو يقولك طب ما أنا ممكن أصنع 4 جاما. فيبقى الأربعة بولي بيبتايد تشينز بتوع الهيموجلوبين اف، طبعا بقى اف ولا حاجة، بقى 4 جاما. فيتسمى ايه؟ يتسمى ايه الهيموجلوبين اللي فيه 4 جاما ده؟ بيتسمى هيموجلوبين بارت، بتتكتب كده هيموجلوبين ايه بارت، اسم جديد وغريب شوية. أو إن هو يعمل 4 بيتا. معلش يا دكتورة، ايه دخل البيتا في الموضوع دلوقتي؟ ما هو حضرتك في انتراوتراين وكل حاجة والهيموجلوبين اف، لكن ما تنساش ان الهيموجلوبين ايه برضو بيتصنع من وحضرتك جنين. مش بيستبدل الهيموجلوبين اف غير بعد الولادة، لكنه بيتصنع من وحضرتك جنين. والهيموجلوبين ايه ده؟ فكرني، 2 الفا و2 ايه و2 بيتا. طيب يعني البيتا بيتصنع وزي الفل، لكن الالفا مش هيتصنع. فاحيانا تكبر في دماغه ان هو يعمل 4 بيتا وحضرتك جنين، ففي الحالة دي يظهر هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين اتش. يبقى انا ظهر لي دلوقتي نوعين هيموجلوبين غراب جدا، واحد اسمه هيموجلوبين بارت والتاني اسمه هيموجلوبين اتش. ايه دول بقى؟ محاولات تعويضية غير مجدية، ان انا مش لاقي الالفا فصنع 4 جاما او اصنع 4 ايه بيتا علشان اعوض غياب الالفا. لكن هل ده يغني؟ لا طبعا. ليه؟ ليه يا دكتوره؟ مش انا عندي هيموجلوبين اهو و4 سلاسل بيبتيديه والدنيا زي الفل. لكن سواء الاربعه جاما او الاربعه بيتا يختلفوا عن الالفا في الاتي. يختلفوا بقى في ايه؟ في انهم بيحبوا الاكسجين جدا، هذا هاي افينيتي فور اكسجين، عندهم حب كبير للاكسجين. واحنا اتفقنا يا اولاد ان الحب اذا زاد عن حده انقلب لضده. ليه؟ لان الافينيتي الزياده بتاعت الاكسجين دي ستؤدي الى ماذا؟ ستؤدي الى ان الهيموجلوبين ما يسيبش، ما يعملش ريليز للاكسجين عند الايه؟ عند التيشوز، وبالتالي تحصل انوكسيا، ما نعرفش ناخد اكسجين لان الهيموجلوبين حبه في الاكسجين مش عايز يسيبه. يبقى الهيموجلوبين بورت والهيموجلوبين اتش مش حل مثالي للاسف. شالوا اكسجين بس شالوه ومردوش يسيبوه. فالجنين اللي يعاني من الهوموزايجس ده يا اما هيموت في الرحم او هيموت بعد الولاده بحاله، يعني بفتره بسيطه جدا، حاجه اسمها هيدروبس في ثالث. ده ميت ميت خلاص، ملهاش حل تاني. هيدروبس في ثالث ده المصير بتاع الهوموزايجس الفا ثلاسيميا، وفهمنا ليه. طيب مش محتاجه ذكاء بقى انك تتوقع معايا وانا عندي كام مشكله في البيتا. هو البيتا كان موجود على كروموزوم نمبر 11، وكان في نسخه منه ولا اتنين على 11؟ واحده بس. وانت عندك نسختين من اي كروموسوم في الدنيا، يبقى انت عندك كام كوبي من البيتا؟ عندك 2 كوبيز. فيبقى عندك كام احتمال؟ يبقى حضرتك عندك احتمالين فقط لا غير. يا اما جين واحد اللي يتضرب، في الحاله دي نسميه بيتا ثلاسيميا ماينر او تريت، مشيها تريت برضو مش هنقول حاجه غلط، او بيتا ثلاسيميا ميجر.
جر. يبقى انا عندي يا صغير يا كبير في البيتا ثلاسيميا، مفيش حاجه في النص، يا صغير يا كبير. يا ترى ايه الاعراض اللي ممكن تظهر على عيان البيتا ثلاسيميا؟ خلينا نرجع نفتكر الهيموجلوبين اف كان عباره عن ايه، 2 الفا زائد 2 جاما. حلو الكلام، في بيتا، يعني انا محتاج البيتا لتصنيع هيموجلوبين اف؟ لا. يبقى هل الجنين هيحس بمشكله لغياب البيتا تشينز؟ لا، مش هيحس باي مشكله. عشان كده الاعراض سواء في الماينر او في الميجر ما بتظهرش غير بعد الولاده بفتره، لكن الجنين بيبقى زي الفل ساعه الولاده. ده كل المطلوب ان احنا نقوله في البيتا الثلاسيميا وفي الالفا الثلاسيميا، هي دي كل المعلومات اللي المفروض تعرفها. ممكن برضو اوريك صوره، ملهاش لازم بصراحه بس كانت عندي فقلت احطها خلاص، اللي هي صوره الايه للهيدروبس فيتاليس او الاجنه اللي بتتولد ميته او ما يسمى بالهيدروبس فيتاليس. بكده نكون خلصنا شابتر او مراجعه شابتر الهيموبروتينز. انا اسفه ان طولت في المراجعه، كان المفروض تاخد في وقت اقل من كده على اعتبارها مراجعه، لكن عارفه ان هو شابتر دسم شويه، فخير يعني الحمد لله. التقيكم في محاضرات او مراجعات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.